صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكل متتبعي القناه الوطنيه الاولى. سعداء جدا باستقبالكم معنا في برنامج عائلتي بالدنيا. بالتاكيد اليوم الجمعه نتواصلوا على امتداد ساعتين من الزمن، نحاولوا نتناولوا فيها مواضيع تهم الاسره، وتعرفوا دائما نهار الجمعه نحاولوا نخصوا موضوع الحصه باش يكون تحطوا على الحب، على السعاده، على اليوم باش نتحدثوا على قيمه التفكير الايجابي، وهل انه التونسي يفكر بطريقة إيجابية وإلا لا. تعرفوا اليوم نعيش مخاطر كبيرة كما الضغط النفسي، كما الناس اللي تمشي العمل متاعها وتعيش صعوبات خاصة في التوازن النفسي متاعها ما بين العمل وما بين الدار. هذاك علاش تلقاهم أغلبية الناس يفكروا بطريقة سلبية حتى في حياتهم اليومية. اليوم باش نتعلموا كيفاش نفكروا بطريقة إيجابية، وهذا من شأنه أنه ينعكس بطريقة إيجابية زادة على الأسرة ككل، على الأب على الأم، في العلاقة ما بين بعضهم، وعلى الأطفال. بخلاف هذايا تعرفوا أنه الأركان في الحصة متنوعة وثرية. معنا هيكل اليوسفي صديقنا الصحفي باش يقدم لكم اليوم مادة إعلامية إن شاء الله تنال إعجابكم. صباح النور. دخلت على بكري، مرحبا بكم ومرحبا بالناس الكل، خاطر حكيت على الطاقة الإيجابية، ونحن من غادي جاتنا الموجات الإيجابية رفضتوا. هذاك علاش إن شاء الله نكونوا في ناشطين حتى برغم قرب لنهاية الأسبوع، وربما التعب بدا ياخذ شوية مكان في أجسادنا، ما باقي الطاقة الإيجابية وباقي النشاط إن شاء الله في كل حلقة من حلقات عائلتي بالدنيا. هو معناتها ساعات حتى احنا معناتها قاعدين نجاريو في ضغط يومي، تعرفوا أنه ساعتين من البث المباشر يوميا معناتها حاجة ماهيش سهلة، لكن نحاولوا أنه معناتها نتعاملوا مع الضغط اليومي والستريس بطريقة إيجابية، وهذا هو اللي يخلي دائما عنا العزيمة وعنا الجدية باش نجموا نخدموا ونتفاعلوا. اليوم نحب نقدموا كان الإيجابي في برنامجنا، ونحب الناس الكل تتفاعل إيجابيا زادة معنا. عندكم الصفحة نتاعنا إسباس فاميت، نجموا تتفاعلوا معنا، وأيضا تعليق نتاعكم مرحبا بالناس الكل. نرحبوا زادة بلبنى بالمنع. صباح النور لبنى. هيك صباح النور. صباح الحمد لله. جيت ايجابيه اليوم؟ ايجابيه وكهيك كلنا نعملوا في لي زاكوتي شويه ضحك شويه باش نبداو الصباح بطاقه ايجابيه. ونشكر نعاود نرجع فاطمه بالله موضوع راهو ديما نتعاملوا بايجابيه مع الانتقادات، ورانا ناخذوا في دي نوت، وان شاء الله ديما بفضل اللي يتبعوا فينا هما اللي نجموا نقدموا بطبيعه الانتقادات الايجابيه هي اللي تخلينا نقدموا ونعطيوا الاحسن ونصلحوا الاغلاط. علاش لا؟ بطبيعه الناس الكل تنجم تتفاعل معنا على صفحه الفيسبوك اسباس فامي، نطرحوا احنا مواضيع ماذا بينا يكون عندنا حاضر معنا الناس لهنا في البلاتو يتفاعلوا حول الموضوع ويقدموا تجربتهم الشخصيه حول المواضيع. تلقاوا دائما على الصفحه المواضيع اللي سيتم تناولها في الأسبوع القادم على حصة برنامج عائلتي بالدنيا. ومرحبا بكل الناس اللي تحب تحضر معنا لهنا في استوديو عائلتي بالدنيا. اليوم باش نتحدثوا زادة في جانب معين على تساقط الشعر. نعرف أنه برشا سيدات تعاني من تساقط الشعر، وحتى الرجال زادة معناتها المشكلة هذه موجودة عندهم بكثرة، والمرأة الحامل تعرف أنه الشعر متاعها يكثر في فترة الحمل، لكن بعد الوضع بالتأكيد اوتوماتيكمون تلقى الشعر يبدا يتساقط. هذاك علاش اليوم باش تكون حاضره معنا مدام ريم بالموسلي مليكه. مرحبا مدام ريم، تفضل. مدام ريم باش تكون حاضره معنا في روبريك الو دكتور، تاخذ بلاصتك معنا في الكرونيك. اليوم مدام ريم مرحبا بيك، صباح النور، ثم موجات ايجابيه. اي قلت ربي ديما ايجابيين باش نلقاو الحلول اللي تلزم. يعطيك الصحة. باش نتحدثوا على أسباب تساقط الشعر، الأعراض، واللي يهم الناس الكل شنو هما الوصفات الطبيعية والصحية الطبية اللي يتم اعتمادها وتنجم سواء كان المرأة ولا الرجل يتفاداو تساقط الشعر. وتو نحكيو زادة حاجة مهمة برشا، الناحية الغذائية اللي عندها الأثر السحري على الشعر بالتأكيد. نبداو معاكم كالعادة مستأنسين بالفقرات نتاعنا. أول فقرة هي البوز دو جور مع هيكل. مرحبا بكم مرة أخرى في عائلتي بالدنيا. اليوم الفقرة اللي حضرناها لكم مدامنا مازلنا فاطمة في موضوع الإيجابية، باش نحكيو اللي ضغط الحياة يفرض علينا مرات حاجات سلبية، ويفرض علينا النسق والأخبار والمعلومات اللي نستقيوها من التلفاز من الجرايد من زملائنا من الأشخاص، قد مرات تتعبنا وترهقنا. لكن الفيديو نتاع اليوم ربما باش تزيدكم شوية إيجابية عليه. الفيديو هذا باش تحكي على علاقة أب بنته، نوريه اللي رغم ضغط الحياة
ورغم الأشياء اللي تصير لنا كل يوم، الشخص هذا يحاول يتجاوز الضغط هذا الكل ويتصرف إيجابية مع بنته من خلال رسالة قدمتها بنته ليه. الرسالة هذه مؤثرة ومؤثرة جدا. إذا كان تتابعوا الفيديو تهوية ترافقني إن شاء الله. الفيديو هذه تحكي كيفاش الطفلة توصف في بوها على أساس بوها هو الأب المثالي، الأب المثالي اللي كل صغير يرى في بوه هو الأب المثالي، ولا كل طفلة زادة ترى في بوها الأب المثالي. الأب المثالي هذا كيفاش يتعايش معنا، كيفاش يوصلها للمدرسة، كيفاش يحاول يوريها الحياة سعيدة، الدنيا هي اللي تعطينا السعادة. برغم من هذا الكل وراء الوجه المبتسم هذاك ثم برشا ألام وثم برشا تضحيات اللي حاول هو يخبيها على بنته، اللي هي في النهاية باش تطلع اكتشفت الحقيقة. تنشوفوا، ما نحبش احرق لكم الفيديو، حاولوا تابعوها شوية معنا. هو يعتبر بنته الأذكى الألطف. هي ديما الأم، هذه البنت يعني وكأنه في رسالة تشكر بوها. هي عبارة على رسالة بالضبط فاطمة، هي رسالة والدي هو الأفضل تشكر فيه باش تعطيه الصفات، ولكن الاستدراك في الأخر هو اللي باش يكشف الستار على كل ما أخفاه قبل. البو هذا وراء الوجه الصبوح والمبتسم ثم برشا آلام، ونشوفوا التضحيات في بقية الفيديو اللي هو ثم يوم كامل. يعني لهنا في كتابتها للرسالة حبت معناتها ممكن حاجتي تشكر الوالد نتاعها وتقول له أنا نعرف التضحيات اللي أنت أكيد تقوم بها الكل. هذا من التضحيات في العمل، وطبعا هي الفيديو هي ما هي إلا نموذج يمثل العمل التضحية بشكل عام، كل الأشياء النبيلة. هو يكذب عندما يقول أنه ليس جائعا، وهذا منطق الإيثار اللي عندنا حتى في حضارتنا الإسلامية. يسوي الحياة أفضل. هي أتقول لك هي صحيح، لكن كان نخزلها بأكثر عمق لبنى تنجم تعطينا اللي الحزن هذا تفاعلوا معها بإيجابية، ونشوف ردة الفعل متاع البو. كما قلنا رغم الضغط رغم المعاناة اليومية هو قدام بنته باش يكون الأب المثالي ويحاول يمنحها السعادة. وذلك علاش ربما فاطمه الصور اللي برشا اشخاص يعتبروا روحهم صعاب باش يكونوا مثاليين. صحيح حتى انسان ما هو مثالي، لكن العبد يصعب باش يكون يحاول يقدم الافضل. هذه هي الطاقه الايجابيه، انك تقدم الافضل للناس، تحاول تكون تتواصل وتنسى احزانك والامك، وتعتبر اللي هي ما هي الا حاجه تثقلك وما تخليكش تقدم القدام. يلزمك تنساها، الحياه تستمر مهما كانت الامنا ومهما كانت يعني الاشياء اللي نعانيوا فيها. هذه الحياة، هذه التصويرة الأخرانية لبنى هي اللي تفسر الإيجابية ربما رغم الصعوبات. حتى الصباح توشتو علاش قلنا لا الصعوبات هي حاجة ترافقنا. ما نجموش نقولوا الحياة وردية، ما نجموش نقولوا الحياة ديما تعطينا كل اللي نحبوه، لكن نجموا نقولوا اللي نحن نتغلبوا على السلبية، اللي نحن نصارعوا ونقاوموا، وذلك كفاءتنا كبشر. وأحسن حاجة زيدة في الفيديو هذه هي نموذج مصغر مما يحدث في العالم أجمع أكيد. وحتى في تونس معناتها تشوف أنه الآباء يشقوا ويبذلوا مجهود كبير لأجل أبنائهم، والحاجة الباهية أنه صغير عمره 3 ولا 4 سنين ولا 5 سنين يعرف التضحيات اللي يقوم بها الوالدين. ممكن أكثر حاجة ترمز أنه الصغير معناتها لا يا بابا وإلا يا أمي احنا نحسوا باللي قاعدين تقوموا فيه. صحيح انتم تبذلوا في مجهود على خاطرنا، لكن المجهود هذا احنا حاسين به وواعيين به، ومش مشكل كان تقولوا لنا معناتها التضحيات نتاعكم، احنا معناتها نغزروا لها بطريقه معناتها تكون اكثر ايجابيه، خير من اللي مثلا تحاول انك ما نقولش تكذب عليا، لا تحاول انك تغطي الاشياء الكبيره والجهد الكبير اللي انت قاعده تقوم فيه. اكيد، ونتمنى ان شاء الله الصغيرات يعترفوا بالجميل اللي قدموا فيه اوليائهم عليهم والتضحيات، ويعرفوا خاصه
قديش والديهم يتعبوا عليهم ويشقاوا من أجل لحظات السعادة اللي حسوا بها للأطفال. هذا الطفل اليوم هو أب الغد معناتها. أكيد. أكيد. بالتأكيد هو باش تجيه مرحلة باش يحس بشعور متاع الأبوة، وبطبيعة هو بدوره باش يقوم بنفس الشيء اللي يقوم به الوالد متاعو. يعطيك الصحة هيكل. يعطيك الصحة فاطمة. أما عندنا فيديو واحدة أخرى مش تزيدوا اللبنة، نعطيه برشا إيجابية واحدة أخرى. الإيجابية من خلال الفيديو الثاني. كيفاش الفيديو الثاني؟ هي عبارة على زوز أطفال حطوا في تمرين، هو تمرين انساني خلينا نقوله كما الكاميرا كاشي، لكن التمرين هذايا فيه شويه طرف. شنو هو؟ نجي قدام الاطفال نحطوا زوز اصحنا كبروا في الشاشه توا، لكن ما نعرفوش شنو مخبي، بالتالي هي الحياه ما نعرفوش شنو تخبي لنا. كل ما واحد منهم يكتشف بعد ما تخرج توا المؤثره هكا، هذا من النماذج نتاع الاطفال مختلفين، لكن عمرهم تقريبا كل ما يحلوا باش يلقاو واحد بركه اعطاته الحياه، يعني اللمجه هذه ولا الكعكه هذه شنو تقدم لك الحياه؟ شنو تقدم لك الحياه؟ تجي تحل صحن تلقاها فارغ، وتجي تحل صحن تلقى فيها كعكه، فما شكون يلقاها وحده. لكن اللي يعجبهم في الفيديو هذه اللقطه بالضبط بالضبط اللقطه هذه هي القسمه، منطق الإثارة اللي حكينا عليه بكري فاطمة. أشخاص اللي تشترك وتقاسم حتى ولو أعطاتها الحياة، يلزم ما تنساش الناس اللي ما أعطاتهمش، وبالتالي هذه رسالتنا للناس اللي يلزمنا نفكروا في غيرنا. هذه الرسالة جاتنا اليوم مش من عند أشخاص عاش ولا عندهم تجارب كبيرة، هذا من عند أطفال يحملوا حلمة، يحملوا برشا قيم اللي هي أصيلة فيهم، أصيلة في إنسانيتنا تولدوا بها. وذلك علاش نفكروا ديما بمنطق الاشتراك مع غيرنا، ومنطق القسمه، ومنطق يلزمنا نفكروا برشا في غيرنا، مش اذا كان عطاتنا نحن الحياه ننساو الناس اللي ما عطاتهمش. وان شاء الله الناس الكل تعطيهم الحياه قد ما يتمناه وقد قلوبهم، وان شاء الله الناس الكل يبداو فرحانين وعندهم برشا ايجابيه خاصه. يعطيك الصحه هيكل، كلها ايجابيات معناتها ان شاء الله. الفيديوهات اللي قدمتها فيها عبره ثريه، ان شاء الله الناس الكل تاخذها بعين الاعتبار. شكرا لك هيكل. احنا باش نواصلوا في الفقرات اللي اعتدتوا بها في برنامج عائلتي بالدنيا، باش نمشيو لدقيقه للامهات مع لبنى، ومن بعد نمشيو الو دكتور لبنى معنا. دقيقة للأمهات، دقيقة للأمهات. اليوم مكساب يكبر في حضني، حبيت نخمم في الأم، نخمم في الأم اللي والدة صغيرة، اللي والدة جديدة مازال عندها صغير في الدار، متقلقة من الحاجات اللي زادت في بدنها، من السمن، من الفورمات الجدد اللي تكونوا في بدنها، متقلقة نفسانيا وجسديا. فقلت علاش لا، اليوم ما نقترحش عليها حركة رياضية تنجم تقدهم في الدار ومعها ولدها في نفس الوقت. هاو باش نشوفوا الفيديو اللي باش ترافقني نحكيوا عليها شويه. دونك نحب نوري من الفيديو هذه فاطمه اللي راهو صغير عمره ما يكون اعاقه في الدار، والا صغير معناها حاجه جديده جاتك يلزمك تتعلم كيفاش تتعامل معها وتتكيف معها، وعلاش لا تحافظ على وزنك ورشاقتك. دونك هذه هوني عندها نزادت لها بنوته، كيفاش باش تخدم تهز ساقيها وميم طون تبدا قاعده، معناتها تعمل الرياضه بالبيبي. الرياضه بالبيبي هذوما باش تقعد وميم طون تعطيها تبوسوا وميم طون تشعروا باللي هي موجوده. دونك تحط يديها على الارض لا 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 جوست تهبط لوطه والفوق معناها على تتمرن على يدها ولا تقوي عضلات اليد. هوني الكرش دونك تشد بنتها في يدها وميم طون تعمل الحركات، حركات بالساقين قدام التالي يوب. هوني جوست باش تهبط تقوي العضلات البومب البومب هذه لا البومب عملتها قبيله، هذه جوست تمكن باش تقوي عضلات الفوقانيه الجهه الاعلى في الجسد. بوسه مع اليمين بوسه على اليسار. تلعبوا ميمتو مع بنتها. هوني قاعده على ركيبها وتهز بنتها الفوق ولوطه الاكتاف والكرش، تخدم الاكتاف واليدين ومن طول ما كنا ديما باش نقولوا هيكل نعطيه وديما نحسوا بصغير ان احنا موجودين بحذاه. اللي هو بيدها تحس ان هي تلعب معاها معناها هذوما الحركات اليد. وتنجم صغير هو بيدو يكون محفز لبنى هذا في التمرين بالطبيعه.
التابي اللي سوفي جوست تابي في الدار نتاعك ما تستحقش الماكينات والا تستحق باش تشري الات، الكل في الدار موجود. هذه تهز الباسان نتاعها الفوق، الحوض نتاعها الفوق، ومن طوب بنتها معاها. معناتها لهنا البيبي صغيرة تحس وكأنه أمها تلعب معها. تلعب معها مش حركات رياضية. لكن هي تغتنم في الفرصة تعمل في السبور. هاكا ناخذوها من هوني من الجهة من هوني، هذايا الساقين يمين يسار، هذوما يخدموا الساقين زادة خاصة بالنسبة نعرفوا. عضلات الفخذة. هذا القدام التالي هذوما استانسنا نعملوهم حتى قبل، كنت تتذكر هيكل في المعهد وقت كنا في الرئاسه حركات الرياضيه باك سبور. والحاجه الباهيه هوني زاده كانت تخالف نهار يظهر لي تو بنتها تقوم تعمل، تقوم هي تولي بطل بحصه الرياضه. دونك نحاولوا نتاقلموا، احنا ديما نقولوا نتاقلموا مع البيبي الجديده اللي يجينا. يحبوها الصغار. يحبوها الصغار، وهي التعب فاطمه ديما نجربها، هذه التعب. خاصة كي يكبر الصغير، كل ما يكثر ميزانه وكل ما التعب اكثر. دونك رجعنا شفنا الحركات الوالة ونجموا يعاودوا يشوفوا في الباج فيسبوك نتاعنا، كل يوم نحاولوا نهبطوا الحلقة على الصفحة نتاعنا، حركات بسيطة ساهلين. اسباس فامي ذكر بها. اسباس فامي، دونك حركات بسيطة ساهلين ما فيهم حتى شيء. شيء سوفي جوست تابي عندك في الدار وبيبي، البيبي موجود. بيبي موجود والا مش حتى بيبي، يعني نجم صغير عمره هو نقولوا 5 6 سنين نجم يصعب التمرين. يصعب التمرين فقلت باش تهزك الفيغ الحديد اللي يشريوهم تنجم بالوزن نتاع صغيرك تنجم تنقص في الميزان. يعطيك الصحة لبنى. هاكا زاد باش ما يقولوش فاطمة اللي هاكا صغيرنا ما خلاناش نعملوا رياضة، يولي هو داخل في التمرين وداخل في الحركية داخل الدار، وهذا من شأنه زاد عنده أثر على نفسية العبد وتولي تخمم بطريقة إيجابية. ونشوفوا من بعد أهمية الرياضة، ما نحرقوش المراحل، خلينا شوية شوية نمشي وتوال. ألو دكتور، معنا دكتور ريم بن مسلم مليكة، شوفوا روبريك. ألو دكتور، ثم نمشي معك مدام لي. ألو دكتور، ألو دكتور ريم. ريم مليكة، ريم انت طبيبة امراض جلدية وتناسلية، باش نتحدثوا اليوم خاطر برشا ناس جيبونا طبيب الجلدة عندهم مشكلة، برشا ناس معناتها في القشرة في الامراض الجلدية اللي تقع، واليوم نحبوا نخصوا موضوع تساقط الشعر. خلينا نبداو نشوفوا من الاول، نتحدثوا على اسباب تساقط الشعر في البدايه، ومن بعد ناخذوا كل معناتها كا وحدها ونتحدثوا عليها بالتاكيد. اسباب تساقط الشعر تساقط الشعر معناتها حاله ساعات تنجم تكون نجم نقولوا عاديه، وساعات تولي حاله مرضيه. فهمتني؟ تساقط الشعر هي معناتها حاله تجي وقت اللي فما جمله من الاسباب، يا اما مثلا فما شويه جانب وراثي جانب جيني، معناتها كي نبداو نكبروا بشويه بشويه رجال ونساء الشعر بشويه بشويه يبدا يفرغ. كان عند الرجال باش نحاولوا نراو مراحل الصلع، الجبهه تفرغ شويه، من بعد يوخر شويه الشعر على اليمين وعلى اليسار، ومن بعد بشويه بشويه نشبوا لخالنا ولا العم، ساعات ما نشبوا لحتى حد، نشبوا لرويحنا. وعند النساء كيف يبدا شعر يفرغ يوخر بشويه بشويه، لكن المراه الفرق ما بينها وما بين الراجل تقعد كمان فما شويه اك القصه القداميه هذيك تحميها شويه حتى لو كان البارتي القداميه تنجم تنقص. هذه وضعيه. الوضعيه الثانيه هي الوضعيات اللي فيهم تساقط الشعر صار على خاطر مثلا المراه ولا للراجل تعداو بفترات نتاع ضغط كبير اللي احنا نقولوا له معناتها ستريس ولا ضغط كبير، كسوسو في ميدان العمل ولا على خاطر فما ظروف خاصه ولا حاجه اللي صار فيها تساقط بكثره طريقه الكل، يعني مستوى الشعر الكل طاح به. وفما تساقطات اللي هي تجي بطريقه يعني فصليه، يعني نعرف احنا في تبديل الطقس نراو فتره الشعر فيها يتيح، ساعات معناتها تقول لك معناتها كي نمشط شعري ما عادش حال نمشط شعري، خاطر كي نمشط شعري نلقى شعر الكل طايح في القاع ويتفجعوا عاده. وفما التساقط اللي يجي خاطرنا ناقصين في التغذيه نتاعنا، فما بعض يعني الاملاح اللي ماهمش موجودين ولا حديد خاصه ماهوش موجود فيصير هيك التساقط. ولا عند المراه خاصه بعد حمل، بعد بتفع لي نرمو، بعد عملية جراحية كبيرة معناتها تأثير البنج، هذاك الكل معناتها يخلي الشعر ينجم نحسوه يضعف
يكون غزير ومعبي وفيه روح، نحس الشعره نقصت برشا وهذا معناتها موجود. المعدل كيفاش نعرفوا شعري يتيح برشا والا شعري عادي انه نلقى بعض الشعرات في البروس اللي نمشط بها، وقتاش نعرف معناتها لهنا برشا ولهنا عادي معناتها ما نخافش؟ هو عاده الاعراض راهم ما يخلطوش، معناتها تقول لك كي تجبد مثلا خصله من خصلات شعرها ويجي في يدك اكثر من 50 شعره برشا. بون احنا مش باش نقعدوا نحسبوا فيهم بالكعبه، لكن عاده لو كان تخلص اي ويخرج في يدك معناتها اكثر من 30 شعره ساكوماس ماهو شيء عادي ياسر. فهمت؟ الدكتور يقولوا زاد الغدد يخليوا تساقط كبير للشعر. ايه الغدد. فوالا هذايا سبب اخر، فما بعض اختلالات معناتها هرمونيه تابعه الغدد بالطبيعه اللي يلزم كل مريض معناتها يلاحظ، كل عبد يلاحظ فما تساقط شعر بكميه كبيره، يلزمنا نفركسوا الاسباب. الاسباب هذيا فوالا تنجم تعطي اللي الشعر يفرغ، تو شفنا التصويره هنا مثلا شعر فرغ من القدام ها، لكن هنا السيده هذيا عندها بلاصه واحده بعينها فارغه، دونك مش الحالات اللي كنا نحكيو فيها، لكن هنا عندنا معناتها الشعر اللي يفرغ مرات بالقدا التصويره معناتها من القريب من القريب باش تخزر اذا كان فما البصيلات موجوده في وسط البقعه ولا لا، هذه عاده حالات نتاع ثعلبه راهي لحظه فهمت. اوكي هذا التساقط اللي قلنا يجي يمس الشعر ككل، معناتها اللي نجم يكون وقت اللي خاطر احنا ناقصين املاح على خاطر فما مشاكل هرمونات، مثلا الغده الدرقيه وقت اللي يكون مستوى نتاعها ما تخدمش بالباهي تنجم تعمل التساقط بالكيفيه هذه، وهي حاله موجوده معناتها خاصه بين النساء فهمتني. دونك فالمطلوب منا وقت اللي يصير تساقط شعر وكل شيء هذه حالة صلع معناتها بيج. هذه حالة صلع بيج بداية. اي بداية اي هاكا ترى معناتها ولا حتى هذه الشعر الكل معناتها خف بطريقة اوموجين معناتها فهمتني كيف كيف فهمت. هلا دونك هي الحالات عديدة والاسباب متنوعة شوية، فما اسباب واضحة فما اسباب لازم التشخيص هو اللي يمكن باش تعرفها بالتاكيد. لهنا التشخيص معناتها تعملوا تحاليل، يلزم ثم تحاليل باش تتحدوا والا دوبلاش الطبيب يشوف معناتها النوعيه نتاع الشعره ولا طريقه التساقط كيفاش تتم والا في اي مكان محدد ينجم يستبق ويعرف شنو ثم بالضبط. بالطبيعه دونك فما المرحله الاولى اللي هي التشخيص باش تشوف انت المنطقه اللي نضره، الا ندرى الشعر الكل، الا ندرى مكان معين، الا ندرى جلده عاديه ولا لا، الا ندرى فما قشره فما حموريه فما ساعات يقول لك عندي ماده، الا ندرى بقايا فارغين والا الراس الكل معناتها فرغ. دونك هذا مرحله التشخيص الاولانيه. ينجم بعد مرحلة التشخيص نكتفي بذلك وخلطت الطبيب من خلال معناتها الاستجواب اللي عامله للمريض والتشخيص، خلطت للتشخيص نتاع المرض والسبب. في حالات أخرى تبدو معناتها الحالة معناتها متطورة أكثر فينجم يطلب جملة من التحاليل باش يشوف علاش هالنمو هذايا نتاع الشعر خف، ونتدرجوا وقتها للهرمونات المخزون الحديد اللي عادة عند النساء اللي في وقت الإنجاب يضعف برشا. الحاله اللي وارده باكثر معناتها انتشار هي المراه اللي حبلت وشعرها تنعوش برشا خاطر الهرمونات الانثويه معناتها ليزوستروجين يخليه الشعر مزنه محليه، وبعد كي طولت هيك الزينه ذاك الكل نتاع شعر الكل علاش؟ خاطر ليزوستروجين الهرمونات نقصوا وهما زينوا برشا الشعر، هما في فترة الحمل الشعر يغزر يقوى والا ينقص؟ يقوى. لا يقوى. عادة يقوى. علاش؟ فما معناتها ضعف يعني في التغذية. فما سيدات ياخذوا الهرمونات معناتها هذاك لي كومبريمي نتاع الفيغ الحديد والكالسيوم، هل انه هذاك يساهم في انه الشعر يزيد يقوى؟ هو اولا وبالذات يساهم في نمو الجنين بطريقه متكامله ونعطيه حظوظه كامله باش ينمو بطريقه باهيه، خاطر هو الجنين والحمد لله معناتها وقت ما يلقاش المخزون باش ياخذ من الام، فالام وقتها باش تفرغ من المخزون نتاعها الكل، كي ما يلقاش واضح الصغير ياخذ من امه، شكون باش يتضر بعد؟ والحمد لله الام هي اللي باش تتضر فهي تدارك. صحيح. اما المراه اللي في فتره الحمل نتاعها نقولوا في الرابع في الخامس شعرها قاعد يتيح
أي. شنو هو الأسباب؟ علاش؟ وقت اللي احنا قلنا في الحمل يتزايد. صحيح، الأسباب عادة تلقاها ضعف في التغذية، فهمت؟ ما تاكلش مليح، مش متوازنة. وعادة احنا هذوما الأملاح وكل نلقاوها في الخضروات، نلقاوها في اللحوم الحمراء الحديد والخضروات الطازجة. فكان فما نصيحة معناتها نجمو نسوقوها، هي كونه معناتها راهو الوجبة الغذائية نتاعنا لازم تكون متوازنة، فيها الخضروات، فيها اللحوم الحمراء، وهذا يعني ضروري. اللحوم الحمراء والخضروات من شأنها أنه معناتها تخلي الشعر يزيد يقوى. شنو يحتاج الشعر بالضبط؟ الشعر بالنسبة للنمو يلزم دورة دموية موجودة بطريقة باهية، ما فماش معناتها لطف علينا معناتها عرقلة في النمو. ويلزم موجودين فيتامينات، الفيتامينات أكثر اللي احنا نركزوا عليها هي شنية، هي مثلا الفيتامين اللي نعيطونهم كومبلكس تريكوجينيك، معناتها المركز كان نجم نقول الشعري معناتها، فهمتني؟ اللي فيه فيتامين من جروب بي اللي هما معروفين، وفما السيستين والميتيونين، هذوما ضروريين لنمو الشعر. هذه الدراسات وراتو الوغ نلقاوهم جوستومون في الخضروات، نلقاوهم هذا وين موجودين، وفي الخضر الكل، ما فماش خضره معينه لا، وفي الغلال عامه. لكن شنو المشكل هو اللي اذا يصير معناتها اضطرابات، معناتها وطاح الشعر، ما نجموش مثلا نجي ناكلوا نهار كامل ما نعرفش كيلو تفاح. فالمخزون اللي باش نلقاه هنا في كيلو تفاح نلقاه ساعات في بعض الحبوب اللي باش تصلح بطريقه مضبوطه سبيسيفيك، معناتها خاصه بالخلل الموجود، فهمت؟ فساعات احنا نعاون انفسنا بخلاف اللي كون يقول نصلح نظام الغذاء نتاعي باش ما ترجعش الحاله، نعاون روحي في فتره زمنيه معينه بال لي كومبليمون اليمونتير، معناتها هذوما المكملات الغذائيه اذا يعطيك الصحه، اذا صح التعبير، باش نمد منها السيستين والزنك والميتيونين والفيتامين تاع الجروب بي. وفما حالات اخرى زادة ساعات تطلب كون حتى نعملوا ابر، معناتها فهمت، زريره باش نوصلوا في المكان نتاع الشعر في منبت البصيله بيدها، نحط غاديك العلاج نتاعي يصير على جلسات، مثلا جلسه كل اسبوعين مع اربع جلسات باش الشعره تتنعوش. هذه باش نسالك عليها على خاطر نجيوها في فتره معناتها لاحقه. خلينا نحطوا، يقولوا انه الشعره تحتاج للكيراتين. شنو الكيراتين بالضبط؟ على خاطر اليوم معناتها مراكز التسويق الكيراتين موجود في معناتها قارورات، وتنجم تستعمل الكيراتين هذا تاخذه وتعمله بالفير في شعرك، معناتها بالاله هذيك نتاع الحديد. تعمل في شعرك. هل انه الطريقه هذه معناتها صحيح تدخل الكيراتين للشعر، والا هي عمليه تسويقيه ترويجيه فقط للمنتوج؟ وسؤالي شنو الكيراتين بالضبط؟ سؤال صعيب شويه هذا، حقولك عليه، هو خطر حرج شويه، فهمت؟ الكيراتين يعني احنا في عياداتنا عاده نشوفوا الناس اللي تقول لك انا تحسنت بالكيراتين، وفما الوضعيات اللي تجيك شعرها طاح بالكيراتين ولا عملت حساسيه للكيراتين، ومعناتها شعرها كان طويل وتقصف وطاح، وهذوما وضعيات موجوده ماهيش من محض الخيال. دونك شنو نقولوا احنا؟ الكيراتين هي ماده صحيح كي تبدا مختاره ومنتوج يعني مروج يعني ومعروف يعني من عند لي فيرم اللي الكبار اللي يستعملوا فيه واللي يعرفوا يحطوا المقادير الباهيه، والعبد اللي يستعملوا فيه التقنيه زي. هي الشعره في حد ذاتها هي متكونه من الكيراتين؟ في وسطها الكيراتين، فهمت؟ لكن الكيراتين اللي احنا موجوده على السوق هي الكيراتين اللي نعملوها باش الشعره ترتاب زيد، فهمتني؟ دونك معناتها فيها مواد كيميائية. فيها مواد كيميائية بالطبع، يعني كيما كل المواد الكيميائية فيها جانب نتاع الناس اللي باش توالمها وباش تعجبها، فما ناس باش ينجموا يعملوا عليها حساسية. وفما زادة طرق نتاع استعمالها اللي تخلي الناس عرضة لتقصف ومشاكل أخرى. إجمالا الكيراتين كي تبدا مخدومة بالكدا وما فماش ناس عندهم حساسية تعطي نتيجة باهية. ها واش نقول لك علاش؟ خاطر العبد اللي مش باش يعمل الكيراتين وقت تخليه أنت تقول له ما تعملش كيراتين شنو باش يعمل؟ باش يقعد يجبد في شعره كل يوم ولا كل اسبوع وكذا، وهذاك بيدو يفسد الشعر. فالكيراتين كي تبدا مخدومه بالكدا تغذي الشعره، تعطي للشعر بهرج، تخلي العبد مرتاح من سخن 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 كل يوم اللي هو بيدو يضر. فنقولوا احنا اذا ما عندناش امراض، اذا ما عندناش حساسيه، اذا مشينا معناتها المراكز مختصه وناس ذات معرفه ونستشير الاطباء بالطبع وناس ذات معرفه،
معناتها الامور تمشي على ما يرام، ما فما حتى مشكل. وقتاش يولي قلق؟ وقت اللي نولي وساعات بعض الكيراتين الباهيه يعني تتغاليه شويه، تلزينا باش نعملوا حاجه مع ارخص وتولي في عمليه غش، فوالا تولي ندخلوا معناتها في غش، وهذا هو يعني الاشكال. لكن اراده الشعره معناتها احنا مش ما ننصحوش بيه، ننصحوا بيه اما عن العبيد اللي تقنين دوك. دكتور ريم مليكة، دونك قلنا المهم الغذاء، الناحية الغذائية مهمة برشا. المرأة اللي قامت بعملية الوضع معناتها وضعت جنين وشعرها طاح، وضع ولا حتى لطف علينا رميت والا رموا جهاز والا حاجة، دوك هذوما معناتها شنو يستعملوا أكثر حاجة؟ دي كومبليمون أليمونتيغ والا يحسنوا زادة في الجودة نتاع ماكلتهم؟ يحسنوا في الجودة نتاع ماكلتهم، ياخذوا في كل فترة اللي ياخذوا فيها الكومبليمون أليمونتيغ يصلحوا الأخطاء نتاع الغذاء. وعادة هي وحدة وحدة، راهي المريضة تقول لك صحيح أنا ما ناكلش راني خضرة تنجم بعد الوضع تكمل تاخذ الفير والكالسيوم معناتها الحديد والكالسيوم. الحديد خاصة، الحديد خاصة ضروري على خاطر أي ضعف في مخزون الحديد يأثر بطريقة رهيبة على تساقط الشعر. خلينا نجيو توا لمرض الثعلبة. ايوه مرض الثعلبة والا الصلع في بقعه معينه، هذوما كيفاش تتعاملوا معاهم حالات؟ مرض الثعلبه عندنا زوز حالات، فما الحالات اللي باش تجي عند الكهول، عاده شويه ضغوطات معناتها تفسر ساعات علاش واحد يعمل ثعلبه، فما ناس معناتها يقول لك طلعت لي هالبقعه هذيا عندها 3 شهور ما حبتش تتنحى ويحب يزرب، هو العلاج نتاعها ماهوش صعيب يعني، فما علاجات يستعملوها اطباء الجلد تعطي نتيجه باهيه، لكن لازم شويه صبر. الاهم في هذايا الكل هو كنا نحكيو عليهم من بكريكا المواد المكمله الغذائيه، الزريرق، الزريرق اللي في الشعر، لي زون بوزيتيف معناتها الموجات الايجابيه. معناتها وقت اللي واحد يكون عايش في محيط فيه برشا موجات ايجابيه الصلع يبرى في ساعة، لانه يعني اليا الموجات الايجابيه تاثر على الغدد، تاثر على الهرمونات، تاثر على الشعر، تاثر على الدوره الدمويه، تاثر على معناتها ضغط الدم في الشعر. صحيح. فهذاك الكل يعرقل، فهمت؟ وقت نكونوا عايشين في محيط فيه برشا موجات ايجابيه، فيه برشا معناتها احساس بالذات معناتها ايجابي، تكون العمليه الاستجابه للعلاج سهله. صحيح فما حالات اخرى بخلاف الموجات الايجابيه، فما حالات مستعصيه الحمد لله هي نادره، هذيك من جانب الامراض الالتهابات الحاده اللي تجي ساعات في الشعر الحمد لله هي قليله الحقيقه، وعلاجاتها تكون علاجات استشفائيه معمقه يعني مش الحالات اللي اكثر يعني انتشار والحمد لله. يعني لهنا الابتعاد على الضغط النفسي من شانه انه يكون عنده اثر سحري على الشعر. سحري على حاجه مهمه برشا. علاش اليوم باش نحطوا على الموجات الايجابيه والطاقه الايجابيه والتفكير الايجابي زاد هيكل تدخل. جست حبيت نسال الدكتوره على خاطر ثم برشا توا يحكيوا على الطب البديل. يعطيوا في برشا وصفات للشعر، نعرف خاطر الشخص اللي يحس بتساقط في الشعر تولي هاجس كبير خاصه اذا كان عنده شعر قبل يعني مش من الاول اصلا. صحيح. لا الاشخاص هذم يعانيوا برشا قلق، وذاك علاش اول واحد يجيب لهم الحل يمشي ويجريوا من غير حتى تفكير. ثم برشا حلول في الطب البديل، سمعنا على الصبار، سمعنا على القلوب الهندي، سمعنا على عديد الوصفات. شنو صحيح شنو الغلط في الحكايه هذه؟ بالنسبه للصلع تويكا باش نجي الصلع، الوغ الطب عامه معناتها يعطي حلول هايله. في الحالات الاولى نتاع الصلع هو شنو يصير؟ يصير تساقط شعر قلنا في المناطق الاماميه تخص الرجل والمراه، الرجل اكثر بالطبيعه، اللي هي تخضع تحت مفعول الهرمونات الذكوريه. بون دونك هذه ما تطيحش، اللي المنطقه الخلفيه ما تطيحش الحمد لله، ما تخضعش تحت تاثير الهرمونات، بس لكن المنطقه الاماميه تخضع تحت تاثير الهرمونات وتتساقط. اذا دخلنا في في في, في, في معناتها الحاله هذه بالطبع يلزم علاجات، علاج بالدواء، علاج بالدواء يوصفها طبيب ونجموا ناخذوا معاها بالطبيعه ديما الغذاء موجود كومبليمون اليمونتير مع الغذاء. اذا الحاله قعدت مستقره والعلاج راهو يدوم، معناتها ينجم تحط فتره اولى نتاع علاج نتاع 6 شهور، عامين، 3 سنين، باش تحاول قد ما انت تستعمل العلاج قد ما توخر في معناتها تطور الحاله، تبعد يعني اليوم ثم ادويه تعالج الصلع عند الرجال؟ ثم ادويه تعالج الصلع، ثم منها الموضعيه وفما منها جراحي لا الحبوب. ومن بعد كي نخلطوا الحاله اللي رغم العلاجات ورغم العلاج الموضعي والحبوب وكل شيء
نخلط الحالات اللي نساق التساقط هرب بينا، وهذيك هي سنة الحياة، يعني مكتوب باش نصلع يعني، فهمت جينيا. فالعلاج صحيح يوخر الحالة هذه، لكن في نهار من النهارات باش يغلبنا، ما ينحيش للأسف، يعاونها باش تقعد مستقرة. لكن إذا رغم ذلك هربت بينا، وهذه حالات نشوفوها معناتها، وقعدت حالة التساقط مستقرة، هوني نولي نعملوا عملية زرع شعر، ونزرعوا الشعر من المنطقة الخلفية، نحطوه في المنطقة الأمامية، بوصيلات بوصيلات. علاش؟ خاطر هذوك الشعر اللي تزرع ما يتنحاش، واضح، ما يخضعش مفعول هرمونات، والحمد لله. باش ناخذوا زوز أمثلة بالنسبة اللي شعره يتساقط بطريقة عادية، ثم شي معناتها نقولوا حاجات طبيعية ينجم يعتمدها، تعطينا أمثلة، وإذا كان الحل يكون دوائي معناتها على قديش يمتد العلاج؟ هل أنه ينجم ياخذ تريتمون نتاع شهر شهرين ثلاثة ويقص عليه، وإلا يلزم مواظبة على يعني تريتمون هذا؟ ألوغ الحالات اللي فيهم تساقط شعر مثلا وقت تغيير الطقس، واحد ساعات المرأة معناتها تتجع برشا معناتها وكل شيء، ولا حتى الراجل يحب ساعات معناتها يقول لك أنا نحب نعاون شعري ما نحبش نخلي نغزر له هكاكا. نرجع للنظام الغذائي، نعاود نفكر الخضرة والغلة واللحم الأحمر ضروريين، مخزون الحديد فيهم، والفيتامينات موجودين في الغلال وفي الخضروات، هذا باش نبداو معناتها مطمئنين ونعيشوا عيشة سليمة. باهي، فما المكملات الغذائية نجموا ناخذوها من 3 إلى 6 أشهر، فما حتى مشكل، يقبلها البدن عادة، ناخذوها في مع بعض فطور الصباح، تعاوننا برشا باش نعديوك الحاله هذيك نتاع تساقط بكيفيه كبيره. واضح. اوكي، هذا بيان سور اذا ما فماش اعراض اخرى نتاع معاها، جوست شويه تساقط شعر وكها، لا اكثر لا اقل، يعني فماش تعب، ما فماش امراض معناتها. ثم اللي يعملوا العظم، ثم اللي خلطوا بالبنان، ثم يعملوا زيت زيتونه، معناتها لانه معناتها الوصفات هذه اللي تلقاها وبرشا ناس معناتها يبداوا يفرحوا عليها. العظم نعرفوها احنا، نعرفوا اصفر العظمه يقول لك يقوي الشعر، يعني فما ناس تلقاها اكثر بروتينات، هذوما يعني اللي تلقاهم معناتها يتحطوا خارجيا، معناتها مش تاكلهم. اي مش تاكلهم، اي هذوما هل انه معناتها عندهم اثر يعني ايجابي للشعر، والا اثر ايجابي اللي فيهم؟ انا هذا رايي معناتها وراي برشا ناس اخرين، فهمت؟ خاطر توا اللي ماهوش ظاهر في دراسات علميه معناتها لا ناخذ عليه ولا نقيسوا عليه هكا ولا لا، فهو يعاون وقت اللي واحد يحس روحه قاعد لهي بروحه، يعطي دفع ايجابي، دفع للحاله، وهذاك بطبيعه عنده اثر على النفسيه بطريقه غير مباشره، يعاون هذا كيفاش يعاون. على حاجه يقول لك معناها النساء احنا مثلا اللي نجبدوا شعراتنا برشا، حكايه لي سيروم والزيت اللي تعملهم كي تجبد شعرك، عندهم بالحق وقايه، دور وقائي والا يلزم؟ يلزم، خاطر انت زاد طبيعه الشعر، كي تجبد شعرك برشا شعر يجف، فكي تجفف الشعره يلزمها تغذيه، التغذيه كيما احنا نشربوا الماء، الشعره يلزمها تاخذ سيروم، تاخذ كريمه مرطبه، دونك عنده دور وقائي صحيح. محتاج الشعر للزيوت. وي، الشعر الجاف يعني يحتاج للزيوت، يحتاج للتغذيه، يحتاج للعنايه. ينجموا يعملوا مره في الجمعه باندويل في شعرهم معناتها تغذي راسهم. بروبليم اللي ما عندوش مشاكل نتاع معناتها تسبب زيوت ودهون كثيره معناتها في راسه، بالطبع يجم حتى لاطراف لي بوانت. ثم حاجه برشا اطباء ما نعرفش يجمعوا عليها والا لا، يقول لك غسيل الشعر برشا مش باهي. اي، غسيل الشعر برشا ماهوش باهي، معناتها نهار نهارين تغسل شعرك؟ لا، ماهوش باهي، هو من الاحسن مرتين في الاسبوع. بون، نعرفوا الرجال عاده يغسلوا كل يوم، وهذيك بون عاده هي باهيه، فهمتني؟ نسي بون مره في الاسبوع، مرتين في الاسبوع. فما اللي عندهم تصببات معناتها تصبغ دهني معناتها في شعرهم برشا، ساعات يوصلوا يغسلوا كل يوم. الطريقه هذيك ماهيش باهيه برشا، على خاطر تخلي الواحد عايش في حلقه مفرغه، والدهون تزيد ما تنقصش معناتها، فهمتني؟ من شانها كونها تزيد اكثر. واللي نجموا ننصحوا به هو استعمال شنو نعيطوا له معناتها، بخلاف الشامبو العادي اللي عندها ياسر تصببات دهون في شعرها، تستعمل شامبوان جاف. شامبو جاف في شعرها ينظف من غير كعمليه الغسيل، باش شعرها يتفرهد وما تقعدش كل مره كيما يولي احرش، هو دايما تحسه ياسر جاف، يولي الشعر حتى كان ارطب وفيه دهون وتغسله كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، ولي ما عادنا فما حد شيء. سؤال أخير دكتور ريم بن موسلي مليكة، سؤال أخير، شكرا لك على الإجابة على الأسئلة الكل. قلنا اللي يتناولوا دويات أدوية
باش يحاولوا انه يصلحوا تساقط الشعر اللي عندهم والا داء معين. هل انه يلزم تريتمون تاخذه على مده معينه وتنجم تقص عليه، والا يلزم التريتمون يكون متواصل وباستشاره مع الطبيب هو اللي يقول لك زيد ولا نقص؟ عادة احنا نقدم على فترة علاج معناتها حوالي 3 4 شهور 6 شهور قلت لك، وبعد الست شهور ما فيها باس نعملوا معناتها مراجعة مع طبيبنا نشوفوا، خاطر ساعات بعض العلاجات فما شوية آثار جانبية ماذا بينا ما نطيحوش فيها، نداويو صحيح لكن ما نجرحوش. صحيح. اوكي فوالا. حاجة واحدة حبيت نزيدها على بكريك، حكينا على الثعلبة عند الكبار، لكن الثعلبة زادة تجي ساعات عند الصغار. تجي عند الصغار اللي ساعات ما يفسرلكش الصغير اللي هو عنده شوية قلق، لكن فما شوية ساعات اضطرابات عائلية تعطي ثعلبة عند الصغار، الوالدين في ياسر لهم ياسر تتفجع معناتها تحس اللي كاينه منها هي بون اني بوغيان في المطلق معناتها ما عندها حتى دخل، تبقى شنو تنجم تعمل؟ لك الاحساس بالحب اللي وريته انت في الفيديو نتاعك هذاك يخلي الاسره متكامله، ولو حتى كان صارت معناتها ثعلبه عند طفل صغير طفله ولا طفل حاله ونتعداوها بك الاحساس بالحب والطمانينه وتصير استجابه اكثر للدواء، والصغير يفيق لي امه وبوه يحبوه برشا وهما لاهين به وواقفين بجنبه، وهذاك مهم برشا الى جانب الدواء. يعطيك الصحه دكتور ريم بن مسلم، ليك كنت معنا اخصائيه في الامراض الجلديه والتناسليه، تحدثنا معك بكل تفاصيل ودقه معناتها حول هذا الموضوع، نركز دائما على جانب الغذائي لحمايه الشعر من التساقط، والجانب النفسي عنده الاثر السحري، هذاك كان ثم مرض معين والا هرمونات قاعده تتفاعل في الجسد وهي اللي بالطبيعه تاثر على الشعر، بالطبيعه هذه التشخيص هو وحده اللي نجم يحده، والطبيب المباشر هو اللي نجم ينصح بالادويه. شكرا لك على الحضور معنا، يعطيك الصحه. باش نمشيو توا روبريك ميام ميام مع لبنى، نشوفوا لبنى شنو حضرت لنا لليوم. لبنى كم كوا فاطمه، معناها الموجات الايجابيه تاثر على كل شيء في حياتنا حتى في الشعر. ما تحرقليش من فضلك. لا لا حتى الموضوع. لا نحكي على الموضوع جوست نتاع الشعر اللي كنا نحكيو فيه. باش نكملوا في الموجات الايجابيه، احنا البارح حكينا على تغذيه الصغير من 6 شهور حتى العام، اما بصفه عامه. اليوم باش نزيدوا ندخلوا اكثر في التفاصيل، وقت اللي الصغير يبدا عمره 8 شهور وقتاش نعطيه العظم؟ وقتاش شنو نوع الحليب الساعة اللي نعطيوه له؟ شنو الحاجات البقولة اللي ما لازمناش نعطيوها؟ وشنو هي الخضر اللي نفضلوها في عمر 8 شهور على حاجات أخرى؟ التفاصيل هذه كل باش نكملوا فيها مع الدكتورة هدى سعيد، وبعد نعاود نذكركم نلخص لكم شنو تقول الدكتورة هدى سعيد. خلينا نمشيو مصورة، هي فقرة مصورة في تي ار وبعد نرجعوا. صباح الخير، موضوعنا اليوم على تغذية الطفل في 8 شهور، من 8 شهور للعام، اللي باش يتزاد على الماكلة نتاع قبل وقت اللي هو كان صغير كان ما ياكل كان حليب الأم، ومن بعد دخلنا له الغلة ودخلنا له الخضرة، ما حكيناش على المواد الدسمة، راهو من معناتها قبل 8 شهور ما يسحقش باش نزيدوه إضافة نتاع زيت ولا زبدة في الماكلة نتاعو. من اليوم في 8 شهور نوليو نجمو ندخلوا له شوية زيت ولا شوية زبدة وقت اللي نطيبوا الخضرة، ما نزيدوش الملح كيف ما معناتها نزيد ناكد، لانه الملح ما يتزاد كان بعد العام وزاد معناتها في كميات قليله. اللحم والحوت عنده الحق فيهم الكل، يعني الحوت بجميع انواعه ما فماش نوع خير من نوع، اللحم زادة يعني نختاره ديما اما في كميات قليله، راهو كي نحكيوا على اللحم ولا حوت في العمر هذايا راهو من 10 الى 20 غرام، معناتها حاجه صغيره بركه. نختاروا ديما الخضره الطريه اللي ما فيهاش برشا الياف، مثلا ما نجيش نختار البراسيا باش نوكلوا لولدي عمره 8 شهور، نختار القرع الاخضر الاحمر، نجمو ندخلوا الزيت كما قلت، نبعدوا على البقول الجافه. العظم زاده راهو العظم ما يدخلش من الولاده حتى للست اشهر ما يخوش عظم، في 8 اشهر نجمو ندخلوا له العظم على شرط يكون مروب، لكن في كميات قليله، ربع عظمه
والا كيف يزيد شويه في العمر معناتها مش نعطيوها كعبه كامله باش ياكلها وهذا ونغصبوا عليه. عمرنا ما نغصبوا على الصغير نتاعنا. نزيد ناكد على حاجه اللي مازلت لليوم ما حكيتش فيها هي الفرينه ومشتقاتها. يعني حكينا على الخضر على اللحوم على الحوت على العظم البيض، حكينا على توازيت الفواكه البقول جيه فما تدخل كان بعد العام ونص. فما ماده اللي هي الفرينه اللي عاده تتباع في الصيدليه ولا في غيرها نضيفوها للاطفال. برشا نساء تحس اللي الحليب نتاعها ما يكفيش تقول لك غنزيد ندخلوا بسكويت ولا فرينه. راهو النصيحه الكبيره ما نجمو نستعملوا كان الفرينات اللي ما فيهمش ماده الجلوتين، عليها اشاره هي مكتوبه بلاش الجلوتين. الجلوتين هي ماده موجوده في الفرينه اللي الطفل الصغير ما ينجمش يهضمها، ولا كان ندخلوها له قبل العمر ينجم يكون حساسيه ضد الجلوتين، والحساسيه هذه تتواصل مع العمر واللي ما عادش يقبل ماده الجلوتين. الخبز ما ندخلوش الخبز وهو صغير اقل من 6 اشهر، ندخلوا الخبز ولا المقرونه ولا الروز في كميات قليله برشا ومش قبل 8 اشهر. اذا وباش نكمل اللي قلته اليوم الحوصله، الطفل من 6 اشهر ل 8 اشهر حتى للعام عنده معناتها نغيروا له الماكله نتاعو نزيدوه بخلاف الحليب نتاع الام ولا الحليب الجاهز اللي هو معناتها منسوح بالطفل، نزيدوه نجموا الياغورت والحليب، الخضر بجميع انواعها لكن طايبه ومرحيه والا مقصوصه جيده، الخضره بجميع انواعها طايبه والا مقصوصه جيده، اللحوم في كميه قليله بالكل، والفرينه نجموا ندخلوها بشويه بشويه. نرجع معكم بلاتو عائلتي بالدنيا، يعطيك صحة لبنى وكديما البرود وحاضر. حبيت نقرب انا الصورة حتى كي تحكي هدى سعيد معناها الاخصائي، حبيت نقرب لهم شوي. دونك ما نزيدوش الملح حتىش لثمانية شهور، راهو ماهوش ضروري الملح بالنسبة للصغير. ملح في الأكحل زادة بالطبيعة هذاك إيفيدونس، الفلفل الأكحل حتى هو أكبر شوي من حتى صغير، معناها أنا حتى ولادي ما نعطيش في الأكحل. الكركم 5 سنين، الكركم فيه فوائد كبيرة ياسر حتى تو نشوفوها مرة أخرى. دونك نتنجموا نعطي الحاجات اللي فيها الفرينه كيف ما قالت الدكتوره نثبتوا منها ياسر، تنجم تكون عنده حساسيه من الجلوتين، العظمه تكون مروبه نعطيه حتى ربع عظمه مش بالضروره تكون عظمه كامله، الخضرة اللي شفناها سفنيرة اللي متعودين بها، الغلة كيف كيف زادا ما نعطيوش غلة يابسة ياسر تجرح الصغير، الحليب كيف كيف نشوفوا ندرجوا من الحليب الفترة الأولى كما نقولوا 1 ستاد 1 2 3 وإذا كان الصغير قاعد يرضع في أمه تو ميو بالنسبة للمرأة اللي تنجم ترضع صغيرها للعمر هذاك. هذا بصفة عامة إذا شنو نجم نقوله بالنسبة لتغذية 8 شهور حتى للعام. يعطيك الصحة، شكرا لك لبنى. وأنا نحب نضيف على كلامك حاجة نذكر بها ديما الأخصائيين ودكتور حربي كيجي بحضنا يقولها، اللي يعطي لصغيره معناتها نوع من السيريال اللي تشري في باكويت يبعد على السيريال اللي يبدأ بالجلوتين، ديما خذوا سون جلوتين هذاك أنفع وخير لصغيركم وتتفاداو هكاك الحساسية، على خاطر اليوم أثبت علميا أن الأمراض اللي تصيب الصغير معناتها من جراء الحساسية سواء كان أمراض صدرية وإلا حتى في الجلدة تجي من الجلوتين وتجي زادة من التدخيل البكري للماكلة للصغير. تقاه معناتها 3-4 شهور يبدأوا يوكلوا فيه، لا ديما نوخروا في الماكلة، من 6 شهور نبدأوا نوكلوا صغيرنا وندخلوا له الماكلة بشوية بشوية ونشوفوا التفاعل نتاع الماكلة مع الصغير، معناتها نثبتوا ياسر باش نجموا هكاك نتفاداو برشا أمراض وإن شاء الله صغيرات الكل لاباس. باش نمشيو توا الالبوم صور، ثم باش تلقاوني في الدوزيام بلاتو نتاعنا مع الاخصائيين باش نتحدثوا هل انه التونسي يفكر بطريقه ايجابيه اي والا لا؟ هذا سؤال جاوبوني عليه انتم. نمشيو مع البوم صور. ما بتقدر ابدا تلغيني، بدك تسمعني تحكيني، ما بتقدر ابدا تلغيني، بدك تسمعني وتحكيني، واذا فكرك عم بتداويني مش هيدا هو الدواء.
بتغني بتسمع بكفي كل اللي صار القوة هي اللي بتوقع وقفت بوجه الأفكار هالدنيا بتساع الكل وحدة الحقيقة أعلى من كل الأصوات مهما تعصف ريح الظلم يغطي الليل المسافات ما فيك تلوثها. نرجع معكم لبلاتو برنامج عائلتي بالدنيا. نذكر ونقول أنه موضوعنا اليوم هو عنده علاقة كبيرة بالتفكير الإيجابي. اليوم كيفاش نفكروا إيجابيا، كيفاش الإنسان كل إنسان عنده طاقة في داخله قد ما يكون إيجابي وقد ما يكون تفكيره إيجابي يجبد المحيطين به ويجبد كل ما هو إيجابي في الحياة. بالتأكيد نحب نذكر ونقول أنه التفكير الإيجابي مهم. اليوم هل أنه التونسي يفكر بطريقة إيجابية؟ أيوة إلا لا، هذا تنشوفوه مع بعضنا ومع الأخصائيين اللي نحب نرحب بهم ترحيب خاص. على يميني سي محمد السندي، أهلا وسهلا ومرحبا بك، أخصائي في علم النفس. وعلى يساري سي محمد الخامس بالهاني، شكرا لك على الحضور تلبية الدعوة، أخصائي في التنمية البشرية تحديدا. وما أدراك من التنمية البشرية، يظهر اليوم معناتها لكوتش دو في، معناتها عندهم قيمة وأهمية كبيرة في الحياة. مش نتحدثوا على التفكير الإيجابي وهل أنه التونسي اليوم يفكر بطريقة إيجابية إيه وإلا لا؟ نمشي والفاصل الإشهاري ثم لنا عودة. نهارك أسعد ليام، وبالفورمة هالضحكة متفارق لفين. الفورمة هي اللي تلقاها كل يوم مع ياغر ديليس. ياغر ديليس يوفر لك كمية من الفيتامينات والبروتينات والكالسيوم اللي تضمن لك تغذية صحية ومتوازنة. ياغر ديليس، صحة وفرحة. نرجع معكم بلاتو برنامج عائلتي بالدنيا. نذكر ونقول أنه موضوعنا اليوم التفكير الإيجابي وهل أنه التونسي يفكر بطريقة إيجابية أي وإلا لا؟ هذا سؤالنا اللي نطرحوه اليوم، وخاصة باش نركزوا شنو ما الطرق اللي تخلي الإنسان اليوم يبدل نظرته للحياة ويفكر بطريقة إيجابية. هذا هو المفيد والمهم اللي نحبوا نطرحوه اليوم. سي محمد السندي، نبدأ معك أول سؤال. خلينا نبدأ من العمومي. تعرف أنه التونسي وإلى غير التونسي ما نعرفش، ساعات ثم مفردة يقولوها يقولك سبق الخير. الكلمة هذه سبق الخير الدولة منذ القدم، علاش حسب رأيك؟ صباح الخير. مرحبا. ونحب نحيي السادة المشاهدين تفرجوا فينا، ونحب نشكركم على خاطر فتحتوا الفضاء هذايا باش يثقف العائلة، لأن الثقافة النفسية مهمة جدا للأم وللوالدين بصفة عامة. أنا نحب نقول للتوانسة أنه بالعكس إحنا التوانسة متميزين برشا، خاطر إحنا الوحيدين تقريبا اللي ديما نقولوا الحمد لله، وهذه حاجة إيجابية عند التونسي. تسأله ويبدأ ساعات عنده مشكلة كبيرة، شنو أحوالك؟ أول حاجة يقول لك الحمد لله سبق، دونك إحنا نسبقوا الخير. التونسي تقريبا الوحيد اللي ينفرد في العالم اللي يسلم على أخوه يقول له خويا على السلامة وما يعرفوش خويا، دونك ثم خطاب إيجابي كبير ياسر للتونسي. الغيره اللي ما يعرفوش يقولوا يا خويا.
وثلاثة أنه التوانسة ميالين ياسر للضحك، نحبوا نضحكوا ونحبوا نفدلكوا، لكن الكاركتر هذايا يتأثر بطبيعة الحال بالعوامل الخارجية. صحيح. احنا كل شخص وقت يتربى مش يتربى على طباع، واحنا نترباو أمنا تربي فينا واحنا صغار باش يولي عنا اللي ما نسميوه لو كاركتر، الطبيعة. الطبيعة. لكن راهو الإنسان ما عندوش طبيعة واحدة، عنده برشا طبائع، وراهو ماناش سكيزوفرينيين كي برشا ناس يقولوا. التونسي سكيزوفريني؟ لا لا لا. يعني سكيزوفرينيا عنده يعني شخصيتين؟ شخصيتين، لا، كل شخص عنده تقريبا 6-7 شخصيات، لكن ثم شخصية هي اللي تغلب. كل إنسان في نفس الوقت هو ميال للضحك، تونسي ميل للنكتة يحب يضحك، لكن هو ميال للخير زادة، يحب يعمل الخير ويحب يعاون الناس، وهو زادة وصغير تشوفوه كيفاش يحب يقلد، يحب ليميتاسيون، وهو يحب يوري روحه اللي هو قوي وينجم يعمل برشا حاجات ويحب يعتمد على روحه، ويوري روحه اللي هو زادة قادر أنه يعاون الناس وقادر أنه يسمع. إذن هي برشا شخصيات، لكن شنية الشخصية اللي تلقى التشجيع من العائلة واحد، وشنية الشخصية اللي هو يرتاح فيها. وذاك علاش ثم الطفل الصغير وقت يبدا يفدلك مع امه والناس يشجعوه يا محلاه يولي ميال للضحك. علاش اليوم سي محمد سندي نسمعوا برشا امراض منتشره في بلادنا والا في العالم اجمع سواء كان العربي والا الاجنبي؟ الامراض هذه تهم بدرجه اولى الجانب النفسي، تسمع بالديبرسيون، تسمع بالبيبولاريتي، تسمع بالسكيزوفرينيا. المفردات هذه أسبابها شنو؟ هل أنه الإنسان بحكم الضغوط النفسية اللي ولا عايش فيها وطريقة تفكيره أنه يحدث نفسه بطريقة سلبية تأثر بدرجة أولى وتخلي الإنسان معناتها يدخل في دوامة من المرض وإلا لا؟ هو راهو الشريحة الكبرى من الناس هما أسوياء، لكن الشريحة الصغرى هي اللي ميالة إلى المرض. هو المرض شنو؟ هو تفاعل مع حدث خارجي، يعني نسمع خبر صادم مش بكلنا نتصرف بنفس الطريقة، ثم نستقبل وتتجاوز، ولكن ثم الديبريم يتيح. الاتيح هنا شنية هذيك هشاشة الشخصية، والشخصية وقت تتكون. وثم أنا أقول لك ثم كتاب اسمه توس وجوا بون سيزون، قبل 6 سنين الشخصية نتاعنا تتطبع، يطبعها العائلة الأم بالتفاعل الإيجابي أو السلبي معها. دونك أنا شنو نرجع نقول؟ نقول أنه غالبية الناس هما إيجابيين، والناس أغلبها الصباح كي تقوم تقوم إيجابية وتقول يا ربي العمل عليك وماشي باش نخدم على روحي وباش نعمل برشا حاجات. لكن التفاعل مع الخارج، التفاعل مع الخارج هو اللي يخلي أكل الإحباط، الإحباط الأول وبعد الثاني ونقوم بعد الثالث وبعد الرابع، وتتالي الاحباطات هي اللي تخلينا نتيحوا ساعات، لكن مش مشكله نتيحوا ونعود نقوموا. وهنا وين يتدخل النفسي، البسيكولوج والمدرب. اكيد هذا علاش باش نجيك سي محمد الخامس بالهني باش نتحدثوا في الاساليب، خاصه باش نركز معاك شنو الطرق اليوم نعتمدوها، خاطر وقت اللي نكون انا إيجابية في تفكيري لكن المحيط اللي داير بيا كله سلبي بطبيعة باش يأثر عليا وإلا لا؟ أكيد باش يأثر عليا. هي زوز عناصر، هو فما الحديث الداخلي، التواصل الداخلي نسميه المونولوج انتر، وفما التواصل الخارجي مع المجتمع. أنا نحب نركز على بعد الثورة. بعد الثورة فما تغييرات جوهرية كبيرة برشا عداها التونسي نظرا للظروف الأمنية والظروف الاقتصادية، البطالة، المعلومات والمتالية والأحداث والأخبار الصعيبة اللي كل يوم تورد علينا بالطبيعة. أكيد دونك كل هذا يأثر على الجانب الخارجي، والجانب الخارجي باش يستقيم منه الشخص العديد من الأفكار والعديد من الإدراكات. ينجم شخص سوي عنده القابلية والقدرة والمناعة اللي نأكد أنه تاخذ في عمر صغير في 6 سنين في 10 سنين في 14 سنة وينجم يقاوم ويتجاوز، لكن فما شريحة من الأشخاص ما تنجمش تتجاوز هالصعوبات هذية، تولي عندها حوار داخلي سلبي. ناخذوا بعض الأمثلة وحتى بعض الإحصائيات، وهذه حاجة مهمة جدا
وفما إشارة أنه الدراسات والإحصائيات في تونس إذا بنا كان تقوى أكثر ويتصرف عليها أكثر. في 2013 فما 140 ألف حالة اضطراب نفسي. أكثر نسبة نتاع الأشخاص اللي تعرضوا للضغوطات النفسية هما من الشباب أقل من 40 سنة. وأكبر حالة من الشريحة هذه هما العاطلين عن العمل. دونك تتفهم الوضعية هذه. كيفاش أنا باش تولي عندي المناعة التلقيح الداخلي أني نولي نتجاوز العراقيل هذه والصعوبات النفسية يبدأ عندي رؤية إيجابية. أول حاجة على أساس إمكانياتي وكفاءاتي الفنية، التقنية، علاقاتي، قدرتي على تجاوز الصعوبات. وثاني حاجة الدعم العائلي وما أدراك ما الدعم العائلي. ثم المحيط المهني أو المحيط اللي أثر فيه الجانب الإعلامي وما أدراك من الجانب الإعلامي. اليوم كان نلاحظوا فما دراسة قاموا بها في كلية 9 أفريل يقولوا أنه أغلبية الأخبار اللي تتعدى في القنوات التونسية الكل أكثر من 75% منها يعطي كونوتاسيون نيجاتيف تعطي إشارات سلبية للعبد. بالضبط. دونك أنا باش نتقبلها وباش نتعامل معها بالطريقة هذه. مع هذا أنه التونسي منفتح تاريخيا حتى المنطقة نتاعنا حضاراتنا أنه نحن عندنا قابلية في الاندماج وقابلية في أن نذوبوا في الآخر والآخر يذوب فينا وفما القابلية على تجاوز الصعوبات. هذا كله يلزم يزيد يتأكد أكثر على ثلاثة عناصر مهمة يمكن نترقلها بأكثر تدقيق. جانب إعلامي مهم جدا، جانب تعليمي مهم جدا، وخاصة الأسرة وما أدراك ما الأسرة اللي هي باش تبثها الروح الإيجابية هذه. هناخذوهم الثلاثة كل واحدة بالتفصيل. يعني هنا اليوم دور الإعلام، هل أنه تشوف أنه الإعلام اليوم يرسل معناتها موجات سلبية لداخلية ونفسية الإنسان ويخلي العبد قد ما يتفرج قد ما يسمع أخبار قد ما يشوف لي ديبا بوليتيك العبيد تتعارك مع بعضها، هل يساهم في أنه الإنسان يولي متشنج أكثر، يساهم في أنه الفكر متاعه يتغير في غض باش يغزر الحياة بإيجابية يولي ينظر لها بسلبية إي وإلا لا؟ خاصة بعد الثورة نجم نقولوا نعم بنسبة كبيرة. نحن كنشوفوا خاصة في الأخبار وخاصة في الصفحات الأولى للجرائد أو في الإعلانات اللي موجودة حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، فما الشو، فما البوز، فما حتى طحنا في بعض الوضعيات في التشهير أو التشويه أو حتى الإشاعات. هذا كله كان يولي عندي متركاج من الخارج إعلاميا مقصود أو غير مقصود باش نتأثر نفسانيا، حتى الحصانة متاعي باش تتمس. معناها عندي لهنا الإنسان كيفاش يلقح روحه؟ لهنا عندي مادة إعلامية كبيرة، القنوات معناتها نقولوا أجوجو، الشبكات التواصل الاجتماعي وما يتم معناتها تداوله في المواقع ما بين الصحيح وما بين الإشاعة، الناس الكل ولات تتقبل في لي ميساج بطريقة معناتها نقولوا معناتها منغلقة ومؤلمة من داخل. يعني لهنا كيفاش نلقح روحي؟ هل أنه نتفادى ما عادش نتفرج في التلفزة، نتفادى ما عادش ندخل الشبكات الاجتماعية، شنو الحل؟ هو في الدورات التدريبية اللي نقوموا بها نركزوا على الدراسات في الخارج خاصة ونركزوا على المؤشرات العالمية. مثلا فما مؤشر السعادة العالمي اللي هي البلدان الاسكندنافية هي الأولى، فما مؤشر الرخاء والرفاه. دونك هذوما ماذا بينا نهتموا بهم اكثر ونفهموا كيفاش نستعملوهم حتى في التعليم والا في الاعلام. خلينا ناخذ معك مؤشر السعاده العالمي، معناتها يقول انه في البلدان الاسكندنافيه الناس سعيده في حياتها. صحيح. احنا تونس هل انه تشوف ناس سعداء والا لا في حياتها؟ حسب الاحصائيات انه تونس تحتل مرتبه 79 في مؤشر السعاده العالمي على 170 دوله. دونك مش خايب. المستوى نتاعنا ماهوش خايب، خاصه كي ربطوها بالتغيرات الاقتصاديه الصعيبه جدا اللي صارت بعد 2011. حسب رايك شنو هو السبب هذايا؟ السبب هو فما توجس عند التونسي، فما خوف، فما فيزيون ماهيش واضحه على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وفما ضعف في تحفيز الشخص على المستوى العائلي والا على المستوى المهني. نعطيك بعض الحلول اللي عملوهم في بلدان كما الدنمارك، انه فما دي سيلول ديكوت، فما خلايا انصات موجوده في المدرسه، موجوده في المعهد، موجوده في الاداره، ويحاولوا ينصتوا للموظفين وللتلامذه وللاولياء. انا كي نلقى شكون ينصت لي بكل تركيز وبكل تفاعل، ديكوت اكتيف،
نقص على روحي من الضغط هذاك ونفهم سبب مشكلتي ساعه اول حاجه وما نهولهاش ما نكبرهاش وما نطيحش في القلق وما نطيحش في الفزع وما نطيحش في التوجس واللي هي هذه من بعد تراسيلي ناخذ في دويات وانا كنت نسمع في الاخصائيه يمكن حتى من اسباب تساقط الشعر هو الهلع والفزع والاكتئاب وشكون باش يربح لهنا شركات الدواء اللي يبيعوا في البروزاك هما اللي باش يربحوا اكثر انا باش نتعب باش نتاثر حتى على المعده نتاعي باش نتاثر على نفسيتي الدرجه نتاع الاندماج نتاعي والحافزيه باش تنقص هذا الكل ما عنده وين يوصلني للاهداف نتاعي. صحيح، باهي مهم برشا، خلينا نقعدوا سي محمد سندي معاك في مؤشر السعاده وما ادراك ما السعاده وطاقتها الايجابيه شنو اللي تنجم معناتها تعكس على نفسيه وشخصيه العبد. اليوم قلنا انه تونس معناتها ماهيش في مرتبه خايبه 70 ولا 79 معناتها كل واحد شنو يقول، لكن مؤشر باهي. اليوم كيفاش نجموا نكونوا ايجابيين في حياتنا وقت اللي المحيط اللي داير بينا، وقت اللي مرأة مع رجلها متعاركه، وقت اللي في الدار معناتها تسمع كان المشاكل، اي باهي هي ايجابيه والا هو ايجابي والطرف الاخر يكون سلبي، كيفاش تكون عمليه التعايش؟ هو له ما نجموش اذا كان واحد محبط وعنده مشاكل الدنيا الكل، واحنا سيدي كيف نغزروا نقولوا له ابتسم وكون ايجابي. احنا نحكيو للشريحه اللي في الوسط، جاي في الوسط اللي عنده مشاكل كيما الناس الكل، لكن مع المشاكل او ثم عندنا طاقه للتاقلم وصوتو ايفالوي نغزر روحي من البعيد ونشوف روحي شنو قادر كيفاش قادر نقدم. انا نتصور انه كل انسان الصباح كيقوم يعمل مراجعه ويقول يا ربي الاعمال عليك وكيفاش نجم نبدا، كيفاش نجم نبدا. هو الاشكال شنو هو؟ الاشكال في مفاهيمنا ساعات للسعاده. صحيح. لازمنا وهذا دور البرامج ودور الاعلام انه نغيروا نعدلوا ساعات. راهو الواحد ما يمشيش كيما التران ديما، لا لازمني نمشي ونقف. خلينا ناخذوا امثله حسيه. ولا. واحد قام الصباح، نعطيك زوز امثله، واحد قام الصباح غزر روحه في المرايه وضحك لوجهه وفرحان ومبتسم وشرب قهوته وخرج. ومعناتها وصبح على صغار وباسم وعملهم معناتها تو سكي نيسيسير بالنسبه ليهم، كيف كيف في علاقته مع زوجه معناتها المراه، هنا نتحدث على المراه، وخرجت لاباس. تلقى وهي تسوق في السياره نتاعها والى خارجه باش تاخذ الكار، تلقى المحيطين بها كل يضحكوا لها، تلقى الناس اللي تغزر لها كل، هل انه مثال كيما هذا كوني قامت ايجابيه تجبد بالضروره كل ما هو ايجابي في يومها هذاك. اعطيك مثال اخر، واحد قال اليوم نهار اثنين ماشي للخدمه يا ربي الاعمال عليك شنو باش نقاسي وشنو كيف باش نعدي ثمانيه ساعات نتاعي في العمل. لهنا يلقى من اللي خارج من باب داره المشاكل وليزوبستاكل الكل يتعرضوا له. يعني زوز امثله هذيا واللي هما زوز امثله حيه، هل هي تدل والا علامه انه الانسان وقت اللي يكون تفكيره ايجابي باش يلقى كل ما هو ايجابي في طريقه، وكل ما يقوم متشائم والا باخل معناتها على العمل والا باخل والا باش يقدم، يلقى ديما في مخه في التفكير نتاعو يلقى بطبيعه من بعد مشاكل. يعني عطيتك زوز امثله خلينا نقارنوا. هي عوامل المساعده، يعني كي نقوم انا ايجابي يكون افضل. مش معناها كل شيء الحياه باش تكون ورديه. لكن هي عامل مساعد اني نتاقلم. لانه راهو الستريس والمشاكل الموجوده في الحياه ما نجموش نحيوهم، لكن كيفاش نجموا نتعاملوا معاهم بايجابيه؟ انا نجم الصباح وانا خارج كي نشوف المطر تصب نقول اوه ما لا طقس، ولا نقول ايه هاي الحمد لله المطر باش تصب الفلاح باش تجي خير شفته دونك الطقس توا تتنحك الغبره. يعني ننظر نفس الفاكتور، يا يعني ننظر له بنظره ايجابيه ولا نظره سلبيه. العوامل الخارجيه هي عوامل مؤثره، لكن قدرتي انا على التاقلم معها ونظرتي انا للاشياء. انا قلت لك كيف تكون نظرتنا للسعاده ما نمشيوش كان للسعاده الماديه الفلوس والدار وكل واحد، خاطر احنا تو كي نغزو راجل كبير تو عنده كل شيء يقول لك ضيعت عمري فيه، ضيعت عمري انا ما عشت السعيد. قل له هو عنده كل شيء، يقول لك مش هذيك السعاده، ما صابني جيت نعرف. دونك علاش ما نتعلموش من الحكمه نتاعو السيد هذايا؟ في الحكمه هذايا عندي سؤال مهم، شنو يحتاج البشر؟ شنو ما لي بوزوان نتاعو؟ شنو يحتاج؟ هو يقول لك نحتاج للسعاده، لكن ثم اللي يشوفها في الفلوس، ثم اللي يشوفها في دار،
فما اللي يشوفها في عائله. السعاده ساعات في لي بيتي ديتاي، ساعات في الجزئيات تفاصيل صغيره في حياتي. كي انا صباح خارج وامي تعمل لي تليفون، وليدي لاباس شنو احوالك وينك، اه هذيك تهز لي ورا. كي ولدي ماشي يقرا الصباح وانا نقول له اي انا عندي فيك الثقه، اي رد بالك على روحك، ما جون لو كيبابيليزا، ما نكثرلوش بك، اي رد بالك على روحك واسمع وثنيه واعمل كذا وكذا، ونحط له في مخه اللي هو نقول عليه ماشي باش لطف باش يعمل حادث. والخوف يعني اللي ننقلوه لصغارنا، وكل الخوف الكبير وكل الحمايه المفرطه. دونك سعادتنا ياما ناس فقراء، وبالفعل هذا راه مش كلام نقولوا فيه وردي، ياما ناس فقراء لكن ما عايشين شيخين. شو السبب؟ والناس عندهم برشا فلوس يعرفوا يعيشوا وماهمش سعداء. لو سافوار فيفر، لو سافوار فيفر يعرف كيفاش يعيش. كيفاش السافوار فيفر هذايا معناتها كيفاش 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 يلزمنا نعيشوا؟ شنو الأصح؟ سؤال نسبي. الأصح أنك أولا تشوف أنت شنو هي حاجياتك؟ شنو تحب؟ واثنين تي تونتور، المحيط نتاعك يكون محيط ايجابي. خاطر في اصدقائنا وفي علاقاتنا ثم ناس باهين وثم ناس خايبين، وانت عندك القدره انك تميز. الانسان الخايب ما نمشيلوش، ما نصحبوش، ما نعرفوش، نسلم عليه لكن مش بالضروره باش نقعد معاه ونشرب معاه قهوه. دونك نقعد مع الناس اللي ترسل لي اشارات ايجابيه. في مشكلتي انا عندي ناس واحد ولا اثنين كي نكلمهم يعاونوني مورالمون، يوريولي شنو الثنيه. وانا ليستيم دو سوا ثم حاجه مهمه برشا. انا شنو نظرتي على روحي؟ تعزيز الثقه بالنفس. انا نظرتي شنو على روحي؟ انا شنو نشوف روحي؟ نشوف روحي انا شخص ايجابي وقادر اني نساهم وقادر اني نعاون. هذا مهم برشا. وثم حاجه اخرى، الصحه الجسديه مهمه برشا. احنا قاعدين مرضوا في روحنا، رانا ربي اعطانا بدن قادر على التحمل. لكن شنو قاعدين نعمل؟ قاعدين نكثروا في السكريات، قاعدين نكثروا في الشحوم، قاعدين كذا. ثم ام مسكينه، انا نقول مسكينه، تشوف سعاده ولدها وقت اللي ما يخرج الصباح الا ما ياكل مانيش عارف قداش، ولا مهز لمجه معاه، ولا مانيش عارف شنو، وقت اللي مش هذيك السعاده. النجم يفطر فطور الصباح عادي جدا وما ياكلش لمجه ويروح نص النهار لاباس ايبانوي شيخ فرحت. دونك علاش الام تمرض ولدها؟ طلعوا بولينيك تمرضوا بالسمنه. عندنا تو وليدات صغار مرضى بالسكر، مرضى بالدم، ومرضى بالشحم، ولينا نسمعوا بالجلطه، وطفل عمره 18 سنه، هل هذا معقول؟ شوفوا الام في مفهومها للسعاده غلط شنو ادات. كل ام مفهومها للسعاده يعني تنجم تمرض روحها وتمرض اولادها. احنا نجموا نتلموا لمه عائليه صغيره حول طعام بسيط لكن مفيد ونتفرهدوا. اهميه الرياضه لهنا في مجارات كل ما هو ضغط نفسي. بارك الله فيك، خاطر سؤال مهم برشا. مع الاطعمه ثم ليزيكزيرسيس. ليزيكزيرسيس راه مش بالضروره في سال دو سبور. يعني كي نهبط نتمشى شويه في الحومه انا مالتي علاش لا؟ نتمشى على الكي على الثنيه هكا نبدا نتمشى على السور دو تطوار محلاها ماشيه ونتفرهد ونحكي. مع خطورة الأوضاع توا اللي قاعدين نعيشوا فيها في تونس. والله في الحومة ما ثماش خطر. أوني بيان أونتوري، الناس الكل يشوفونا، على السلامة، شنو أحوالك، وينك لاباس. اللي ما يتمشاش ينجم يمارس رياضة في الدار. أنا بنتي دانير مو قالت لي بابا نحب نقرا مات. نحب نقرا تيود مات. قلت لها شنو رأيك؟ 50 دينار باش ندفعوها للمات نمشي نقعد في سان دو سبور. أه بالحق، والمات. المات توعدني تعمل إفور أكثر. تحاول تنتبه اكثر للاستاذ. تو نحاول نقعدوا مع بعضنا نخدموا شويه ديزيكزيرسيس، واما ال 50 دينار مع احترامنا للاستاذ بيان سور تمشي تعمل بها سبور. الي تريزي باني مفرهده وشيخه واثرت على صحتها. يعني لهنا تقول انت سعاده الطفل والا المراهق والا الكهل بصفه عامه خير معناتها من حاجات اخرى، معناتها لهنا انه يقضي وقته اكثر في ممارسه رياضه معينه ولا هوايه معينه فوالا تكون الاثر نتاعها خيره. انا نجي للصغار نقول له اسمعني لمك بشويه بشويه، وقل بوك امشي شيل الجيتار، امشي قايد في نادي نتاع موسيقى، امشي آلة، اشري آلة تاع موسيقى، تعلم الموسيقى. تعلم، احنا ميالين للغناء وميالين للرقص ونحبوا المسرح. شوفوا توا العباد قداش قاعدين يتفرجوا في اسبوعي رغم اللي هي تتعاون،
وفات السلسله ونعاودوها ونعاودوا نتفرجوا فيها. انا كل اللي نتفرج فيها كل اللي حتى احنا نتفرج فيها نتفرهدوا. ما صاب التلفزه تبرمج لنا في الليل كل ليله سهريه، خلي يجيبوا لنا عندنا برشا ممثلين كوميديين، خلي يضحكونا خلي يفرهدونا، انا بزوان باش نضحكوا وباش نتفرهدوا، لانه هذه العوامل المساعده. دونك احنا ميالين، لكن ما توترنيش ما توترنيش، اعمل لي برامج مساعده، خلينا نشوفوا الناس الاخرى كيفاش وصلت على ليبانويسمون اللي قال عليه المدرب، هذوما ناس مفرهدين. خاطر كي نقول لك اذا كان محتاج باش تمشي للمروج من مروج لتونس باش تقعد ساعتين في المترو اللي هما بيدهم الساعتين يقضيهم واحد اخر باش يمشي بهم لفرنسا، نقول لك هنا دور الدوله. الدوله شوف اللي همت نحكي مع شباب قلت لهم قالوا لي علاش ما نمشيوش لتوزر؟ نحب انا الصباح نبرمج مع اصحابي ونقول لهم شنو رايكم كان نمشيو نشربوا قهوه في توزر؟ هذا حلم يحلمه التوانسه. ما نجمش يمشي صباح، لكن لو كان جات عندنا تي جي في تونس، لو كان جات المدن كلها في تونس مربوطه بشبكه الخطوط السريعه نتاع الطرقات نتاع القطارات. القطارات. التونسي في ساعتين يكون في توزر. يشربوا قهوه مع بعض، على بنيه تحتيه وبنيه تحتيه في تونس ويروحوا ان شاء الله. واولادنا اللي في قفصه يجي يشوف تونس. تصور انت عندنا شباب في قفصه وفي بنقردان ما يعرفش تونس، ما يعرف سوسه، ما يعرفش نابل. علاش؟ خاطر اذا كان باش يجي لازم يبرمج لها على نهارين ويبات والكل. دونك صعيبه الحياه. صحيح. وقت اللي احنا نجم نردها سهله. باهي يعطيك الصحة سي محمد السندي. نرجع لك سي محمد الخامس بالهيني، سامحني كي ندور الكرسي نتاعي يدور كله. سي محمد نحب نركز معك على جانب معين، أنت تحدثت على التعاطي الإعلامي كيفاش يأثر فينا بطريقة مباشرة ومهولة، هل أنه الحل في أنه نقاطعوا كل ما هو يأثر علينا سلبيا؟ حسب الدراسات يقولوا أنه ما أكثرش فرجة في التلفزة من 45 دقيقة. تفرجوا في التلفزة 45 دقيقة ونختار في شنو نتفرج. علاش؟ نشوف روحي انا كي نتفرج في الاخبار اللي فيها برشا حقائق وفيها برشا حاجات مؤلمه. ولا في ناس يتعاركوا مع بعضهم. ولا في ناس يتعاركوا، ولا في ديبا بوليتيك، والا سيرتو لي ديبا بوليتيك انا ما ننصحش بهم جمله. تقريبا هما من اكبر الاسباب تاع التوتر. ومن بعد نهز الديبا بوليتيك هذاك نرقد به في الشومبر كوشي ومن بعد نمشي به للخدمه من غدوه الصباح. ونقعد نحكي انا واصحابي على نقعد نحكي به. تفرجت البارح شنو صار وكل واحد ورايه. دونك هنا التقليل، باش نعطي بعض الافكار العمليه، التقليل من الفرجه في اللي ديبا بوليتيك. اثنين اختيار الاصدقاء الايجابيين، وهنا جو كونفيرم حتى سيدنا عمر يقول اختاروا اصدقائكم، اختار تعرف مع شكون تقعد. باش نناقشك، اذا كان تفرض عليا ان يكون في محيط ناس مثلا معناتها كل ما هو يفكروا في شيء يغزروا له سلبيا، حتى في طريقه التعليق ولا التخاطب معك يمروا لك الموجات السلبيه، هل انه الحل انك تبتعد عليهم؟ والا تنجم تتفاعل معهم باش تحاول تبدل لهم الفكر نتاعهم؟ وصعيب تبدل الفكر نتاع شخص. الطريقه الاجدى والانجع باش نكونوا واقعيين اني نحاول نتجنب اكثر ما يمكن الحوارات السلبيه، الاحباط. انت ماشي باش تفركس على خدمه والا باش تتفرهد ولا باش تعمل سبور، يجي زميل او صديق او واحد من العائله يقول لك فك عليك اللي قراو ماتوا، اختك من سبور ما تعملش ريجيم، راه ما عنده ما ينفع. دونك هذا اسكو نفعني ولا ضرني؟ دونك هو ضر روحه وضرني انا، نحاول نبعد عليه شوي. حاجه اخرى زاده مهمه وناكد عليها انه السعاده او التفكير الايجابي قرار شخصي. يعني قرار شخصي. معناها انا كان نحب نكون يعني سعادتك مربوطه بالاخرين والا سعادتك مربوطه بروحك؟ هي في الاساس قرار شخصي، انا قررت اني نعيش بسعاده. السعاده هي توازن على المستوى الاجتماعي، الصحي وما ادراك، النفسي، المهارات والكفاءات ومحبة الناس لي. وفما تعريف يقولوه اليونانيين على السعادة هو عطاء للآخرين ورؤية البسمة والبهجة في وجه الآخرين. أولادي كيبدو فرحانين أنا فرحان. دونك لهنا هي قرار شخصي، أنا قررت أنه باش تكون حياتي فيها أكثر ما يمكن من أشياء إيجابية باش نجم نتجنب التفكير السلبي، أني نقص من أوقات الفراغ أكثر ما يمكن. أنا ما عندي ما نعمل وقاعة، دونك مخي باش يبدا يعمل حوار ومونولوج انترن ممكن ساعات يسرح بي، وهنا الكل نتفكر روحنا ساعات نبدا نفكر في موضوع نلقى روحي سرحت مشيت لحاجه اخرى وكبرت وهولت وقلقت وعملت سيناريوهات وعملت فيلموات وهي مش باش تصير 90% من اللي انا خايف منه ماهوش باش يصير. دونك لهنا كي نشغل نفسي باشياء ايجابيه نحقق انجازات على ارض الواقع، نمتع نفسي والناس تشكرني
يرجع لي المورال فالوريزاسيون دونك هنا فما الاستيم دو سوا يعلو. فما حاجات اخرى مهمه هي ممارسه الهوايات وممارسه الانشطه اللي انا نحبها. اكثر من 80% من الشعب التونسي يخدموا في خدمه ما يحبوهاش، مش هذيك الخدمه اللي نحب عليها. كيفاش تحبوا فرحان؟ مفروض عليه هي اكزاكتومون، دونك هي مفروض عليا. عندي انا بقيه الوقت نحاول نمارس هواياتي، نحاول نمشي البلايص اللي انا نحبهم. والا انا ما نحبش خدمه نجم نحبها؟ كي نغير طريقه التفكير نتاعي. هي فما الامكانيه لكن فما صعوبه كبيره ياسر، فما صعوبه اني نحب الخدمه وظروف العمل هي اصعب من الخدمه، دونك انا نولي نعمل ايبانويسمون، انا ندلل روحي، انا نعمل كادو روحي، انا نمتع نفسي. فما حاجات اخرى هو تغيير اللباس، تغيير الاماكن، فما شكون عنده 30 سنه يقعد في نفس القهوه مع نفس الاصدقاء، يشرب نفس القهوه ويمشي من نفس الطريق. بعد يقول لك عايش في روتين، بدل. بدل في اللبسه نتاعك، البس حاجات تحب تلبسهم، بدل حتى الكوب نتاعك، بدل طريقة كلامك، امشي لبلايص جديدة، اقعد مع ناس جدد، اكتشف. دونك هنا هي قرار شخصي. من أهم العناصر هو جانب التعليم وما أدراك. 80% من الصعوبات النفسية اللي يتعرضوا لهم الكهول يتبناوا في سن 6 إلى 7 سنوات، دونك عمل كبير على مستوى العائلة وعلى مستوى المدرسة. الخوف المفرط ما عند الأم، رد بالك، ما تطيحش. رد بالك على لمشتك، يخليني خايف من الاخر، يخليني ما ناخذش المبادره وما ناخذش ثقه في نفسي. شنو الحل؟ العكس. الحل نعطي اكزامبل هنا في اليابان، انه يهزوهم كل نهار سبت البلاصه، يخليهم يلعبوا في الاماكن الكل ويمارسوا بعض الانشطه المهنيه، والام والاب ما يدخلوش رواح، يتيح يقوم يفكولو، خليه يعمل على روحه. هو حتى في عائلتي بالدنيا ديما نتحدثوا فيه الموضوع. Exactement. سيب صغيرك. Exactement. خليه يعيش عالمه، احميه صحيح، لكن ما غير ما توريه معناتها اللي انت تتبع فيه ولا ترقب فيه. هاو فاش نحميه والخطر الكبير، انه تونس تقريبا البلاد الرابعه في العالم العربي في استعمال فيسبوك والانترنت. واغلبيه الاستعمال استعمال غير مجدي وغير ناجع، سلبي جدا. تلقى الولد شد بيته وقعد بالخمسه سته سوايع في عالم افتراضي فيرتويال. يسخايب الدنيا فيرتويال، كي يخرج للدنيا يلقى صعوبات اخرى، يولي شو يعمل؟ ينكمش، يتخبى ويبعد عن المسؤوليات. الحل انه تكون هنا التدخل نتاع العائله، انه نحاول نعبي له وقته كما قال، فكره ممتازه جدا، انا عجبتني، ان شاء الله الاولياء الكل يعملوا هكا. المات والفيزيك والجغرافيا والمتنبي مش هما اللي مش ينفعوني 100% في الدنيا. شنو باش ينفعني في الدنيا؟ الذكاء العاطفي، التواصل، الثقه بالنفس. ريتش واحد ماشي باش يخطب هز معاه منقله، ولا هز معاه بيت نتاع شعر، ولا مشى باش يدبر خدمه، هز فورميل نتاع مات، لا، هز ثقته في نفسه، هز التواصل، هز افكار، هز رؤيه، هز ابتسامه، هز روح اكثر منها قرايه. باش نكتسبوه الذكاء العاطفي هذا، باش نكتسبوه؟ اول حاجه يتزرع في العائله، اذا كان البو والام مش فرحانين، مش متفاهمين، نهار كامل ينقروا لبعضهم وشادين لبعضهم جول، وما يعديوش لبعضهم، هنا فما فن ممتاز جدا اسمه فن اللامبالاه. لار دو نونشالونس، اما مش المبالاه الكامله، ساعات فما حاجات يلزمني ما نراهاش، ساعات حاجات يلزمني نعديها، كان مش نقف على كل حاجه باش نمرض. صحيح. دونك فما هنا فن التعامل السلس، كان مش نقف على اي حاجه باش نمرض. ونمرض العبد اللي معايا، فما شكون كي يدخل دار ولاده يفرح ومرته تفرح، فما شكون كي يدخل دار ويعمل هكا اوجا. صحيح. انت انا وشخص تحب تكون تحب تكون شخص يفرح الناس. ساعات الانسان هذاك ماهوش واعي معناتها اللي هو. بالضبط. انت توا ركزت على الكلمه المفتاح. هي عمليه تغيير وعي وادراك. انا باش نفكر في افكاري، او باش نعطي فورمول، فكر في افكارك انت توا، شنو قاعد تفكر؟ في فكره ايجابيه او في فكره سلبيه ماهيش واقعيه؟ اسكو انت السلوكات والملامح نتاعك تفرح فيك وتفرح في الناس الاخرين، والا عبوسا قمطرير حتى الناس ما تقبلكش. دونك هي فن حياه. فن وعي زاد نشوفه أنا، على خاطر اليوم من أكبر الأمراض النفسية اللي زاد يعاني منها الإنسان يبدأ في الخدمة، يبدأ مع ناس يخدم معهم، يقول لك مرضوني، ما نعرفش نتعامل معهم، يروح ستريسي بالحق، ضغط يوم كامل من جرد كلمة سمعها في الخدمة، وإلا حد قال له حاجة. يعني لهنا شنو الحل؟ ديما نسأل على الحل. هل أنه الحل أنك تتجاهل، وإلا تتعامل بأسلوب معين، والا يعني تنكمش على روحك وتسكر باب على روحك في بيرو وما تحكي مع حد؟ اذا كان باش ننكمش ومش نتخبى، مخي باش يقعد يخمم في حاجات سلبيه، ومش نقعد مقهور، وباش نقعد نحب نفرغ.
دونك هي فما سلاسة ومرونة في التعامل مع أصدقاء العمل ومع زملاء العمل. السلاسة هذه كيفاش تكون؟ في طريقة التعبير في الخطاب؟ في طريقة التعبير فما بعض الدورات التدريبية، فما شركات تعمل دورات تدريبية في التواصل السلمي يسميه لا كوميونيكاسيون نون فيولونت. خاطر أنا كي نقول كلمة فيها تجرح الشخص الآخر هو باش يرد الفعل. وكي باش يرد الفعل باش يولي جو متوتر في المكتب، باش نروح به لعائلتي، شنو ذنبهم هو مرتي وصغاري؟ ما عندهم حتى ذنب باش يتحملوا. الناس اللي تجرح العباد والا تتصرف معناتها تصرفات خايبه نقولوا احنا معناتها تمسك في الصميم نتاعك، هل اني بالضروره تعاني من مشكل معين والا شنو المساله بالضبط؟ هي فما انماط عديده في الشخصيات. حتى ثم ساعات تجي عبد مثلا يقول لك كلمه باهيه انت تعدي نهارك كامل متفائل، وثم عبد يجي على الصباح يقول لك كلمه خايبه تعدي نهارك كامل محبط. حتى في ثقافتنا العربية الإسلامية مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والابتسامة في وجه أخيك صدق. لو كان قاعد نعبي في الكونت متاعي فما نمط متاع أشخاص هو متبني فكرة أنه مظلوم ومقهور ويحاول يذر، نحن نقوله سامحوني في الكلمة، يتسومم ولا يتعقرم مع الناس. نمط حياة هذايا عنده صعوبة كبيرة شخصيا، ماذا بيه كان يتواصل مع أخصائيين نفسيين او اخصائيين اجتماعيين ويعمل بعض الدورات التدريبيه تكتشف في نفسه العديد من الحاجات الايجابيه. فما اشخاص من غير ما تعرفوا تغزر له ترتاح، فما شخص تعدي معه 40 سنه ماذا بيك ما تقعدش معه. انت من النوع تحب تكون؟ خلينا نداويو على المستوى الشخصي. انا شكون نحب نكون؟ محبوب؟ كيفاش نحب نكون؟ مطلوب؟ فرحانين بيا الناس تحبني تقدم لي يد الاعانه، والا نحب نكون لا قدر الله شخص غير مرغوب فيه. هي نمط حياه، هي فن في الحياه، هي طريقه في اني نكون حاجة ايجابي. حاجه سهله نجموا نعتمدوها، والا ساعات متفرج يتفرج يقول كلامكم حلو اما التطبيق صعيب. يقول مثل الفرنسي الفو كومونسي بار كومونسي. اول حاجه كي نبدا نفكر ايجابيا وننفذ، وهنا جو كونفيرم المداخله الرشيقه نتاع الاستاذ انه ماهيش كلام، هي مش قمت صباح وليت سعيد، لا، فما انجازات، فما فرحه، فما رياليزاسيون، تطلع لي الثقة بنفسي والأشخاص يشكروني ويمدحوني، والتونسي يحب الشكر والمدح. وهنا باش نعطي زوز إشارات، أنه كل راجل في تونس يحتاج إلى 3 ضمات كل نهار، وكل طفل يحتاج إلى 6 إلى 8 ضمات كل نهار. دونك هنا خلينا نقربوا لبعضنا أكثر. هي عملية ممارسة يومية، خاصة وهنا إشارة ظريفة كان مطرش مانع، عندنا شريحة كبيرة تقريبا 1 مليون عاطل على العمل، عندهم صعوبات كبيرة في التفكير الإيجابي، في التفكير السلبي. هذوما يلزمهم احاطه، يلزم لي سيلول ديكوت، يلزم وزاره الشؤون الاجتماعيه تهتم، ويلزم نوليو نصرفوا برشا فلوس على الصحه النفسيه باش نقصوا كل المصاريف من بعد ملكنا من السي ان اس اس. صحيح، حاجه مهمه برشا ركز معك في نقطه اخرى، دور الاسره لهنا. تحدثت في جانب معين على المشاحنات ما بين المراه وزوجها، لكن هما تزوجوا مع بعضهم، والله غالب ساعات واحد تفكيره ايجابي، ساعات واحد تفكيره سلبي، ساعات الزوز تفكيرهم سلبي، واللي زوز تفكيرهم ايجابي هذاك امورهم لاباس. ان شاء الله ربي يهنيهم. دونك لهنا خلينا نركزوا مع زوز من الناس عايشين مع بعضهم تفكيرهم زوز سلبي، والحياه قاعده تعطيهم كان في الرسائل السلبيه. كل ما هو معناتها مشاكل امراض مخاطر كل تهبط عليها، وزوز واحد منهم سلبي واحد منهم ايجابي، قاعد واحد يعمل في مجهود باش الاخر ينجم معناتها كنقولوا البيت نتاعهم تكون الجو على الاقل هذا. لهنا نحب نسال على دور الطاقه، علم الطاقه هو علم، هل انه نقولوا به ما نقولوش به، صحيح ماهوش صحيح، قداش العبد معناتها ريسبتور في داخله والروح تطغى على الجسد، هذه نتحدثوا فيه معك شويه؟ أكيد هو مش نقوله علم الطاقة، أنا شخصيا ما تبنيش تصنيفه كعلم، نتبناه كفن في التواصل الذاتي والتواصل مع الآخرين. ناخذ إكزامبل نتاع 3 أشياء اللي تقلق الصحة النفسية، الاكتئاب، القلق، الخوف، كلهم يعملوا طاقة سلبية. يقول لي أنا روتيري جابد روحي، السيركيلاسيون نتاع الدم باش تنقص، ما عادش عندي شهية، ماذا بيا نتجنب الناس. إذا كان تبدا عندي فرحة بإنجاز أو فرحة بلقاء أشخاص أو عملت
تحقيق انجازات فعليه في العمل او في المدرسه، والناس شكرتني واعطتني الشكر والمغازله في العائله والكلمه الطيبه. مش مش يصير الادرينالين باش يطلع في بدني، السيركيلاسيون تاع الدم باش تتحرك اكثر، شهيتي باش تتحل، نحاول نعطي اكثر. دونك فما الجانب الطاقه لكن هو كفن. بالنسبه للسؤال نتاع كوبل عنده طاقه سلبيه، تواصل سلبي لدو، هي مرحله صعبه. شخصيا نتوجه لهم انهم يتوجهوا للمختصين في علم الاجتماع ولا يقوموا بدورات في التدريب. يلفو ديتيكتي، يلزم نكتشفوا وين مكامن الخلاف ولا وين مكامن الضعف في التواصل، والا التقبل للاخر هو يا حبا ذاك كان من الاول. فما دورات يقوموا بها بعض المختصين، زملائي انا شخصيا مش متمكن منها لكن هما اكثر فيهم تمكن، دورات اختيار الزوج والزوجه وانجاح العلاقات الزوجيه. نعطيك مثال بسيط، في اندونيسيا قبل ما تعرس كما تجيبش ورقه اللي انت عملت دوره تدريبيه في العلاقات الزوجيه والتواصل، العدول ما يصحلكش، نقصوا بها نسبه الطلاق ونقصوا بها المشاكل. يا حبا ذاك كان في تونس نتبناو الافكار هذه. حاجه اخرى مهمه وهنا نختم، انه بالنسبه للكوبل يجي يضحك على الراجل ساعات ولا على المراه، واحد سلبي نيجاتيف ديما يبكي ويشكي ويخرنن وما عجبه حتى شيء، والاخر يتحمل فيه. إيه؟ لكن كل شخص عنده طاقه، ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به. دونك انا ماذا بيا نهزوا ذن القفة مع بعضنا ونحاول نسمع الشخص الآخر. الإنصات مهم جدا، أني نسمع ما غير بريجوجي، ما غير ما نعطيه دي انستركسيون. وفما ثلاث حاجات نجم نستعمله ونبدأ نقص نقص أكثر منكم كلمة أنا 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 أنا. نعم لكن وي مي دونك هنا لهنا في الخطاب في التحاور أي كلامك صحيح، أما راهو نشوف حاجة أخرى. شنو قلت له هنا؟ معناها راهو كلامك غلط. وإذا كان المرأة جات لراجلها ولا راجل جا لمرته وقال لها تبدلت، راهو يقصد أنك تبدلت في الاهتمام بيا، مش تبدلت أون جينيرال. وإذا كان شخص قال مع كل احترامي ليك، راهو باش يقل احترامه معك. دونك هذوما الديسيني في الكوميونيكاسيون موجودين. هذوما لا ما نقولوهمش. كل ما ننقص في التواصل الصعب والاستفزازي كل أنا ما نربح. شنو هو العكس؟ أعطيني العكس، كيفاش نتعامل، كيفاش نتحاور؟ هو بالنسبة للمرأة شخص عاطفي وربي كرمنا بها، كائن رائع جدا. هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي الزميلة. دونك هنا باش نعاملها بشكل عاطفي. المرأة تحب الاهتمام وتحب الإنصات وتحب الجزئيات وتحب لي سوربريز. أنا باش نحاول نوفر فيما طاقتي. والراجل شنو يحب؟ زاد يحب الاهتمام ويحب المغازلة ويحب الشكر ويحب يراق قدره قدام عائلته وقدام صغاره. كي نتجنب كل الكلمات اللي تطيح له من مستوى احترامه في العائله وتثمن له الانجازات نتاعو، ممكن انه تكون الحياه اسعد وافضل. وهنا فما دي كوبل عندهم 60 معناها 60 و50 سنه، بارك الله، سو سون دي زيكزومبل. هنا الاسره مهمه جدا، هي النواه الاساسيه للتفكير الايجابي ولبث الروح الايجابيه. وهنا نختم تقريبا في دراسه قاموا بها في الجامعه اللي موجوده في حمام شت نتاع التنشيط الشبابي، انه معدل البرامج الاعلاميه اللي تهتم بالتنميه البشريه لا تتجاوز 8%. هنا دعوه لل 9 تلفز ولل 20 راديو ولل 40 صحيفه. الفضاء مفتوح في عائلتي. يعطيكم الصحه، انا فرحان برشا اللي معاكم، انهم يركزوا اكثر على بث روح ايجابيه. بلدان البرة تدفع في دي تريليار باش يعطيو اسبري بوزيتيف. دونك هنا خدمه كبيره على الاعلام، وانا نحييك على البرنامج. يعطيك الصحه سي محمد الهاني بالخمسه، شكرا ليك. باش نختم معاك سي محمد السندي، نحب ديما نقول راهو في البلاتو نتاعنا وفي البرنامج نتاعنا نحبوا كاين الموجات الايجابيه. الله غالب احنا ايجابيين، وماذا بينا كان الموجات الايجابيه هي اللي تجينا. علاش؟ على خاطر احنا نعتمد على الطاقة الإيجابية وهي اللي تخلي الإنسان سعيد في حياته. باش نختم معاك، هل أنه يمكن اليوم سي محمد السندي أنك تغير من فكر شخص، من نظرة شخص السلبية لنفسه بنظرتك أنت الإيجابية؟ هل يمكن؟ ممكن، ممكن برشا. كيفاش؟ هو يتربى الصغير على نظرته الإيجابية لذاته. مهم، وهذا مساج ما وصله له الأم. لكن الأم يعني كيفاش باش تولي هي إيجابية؟ كيفاش توصله له المساج؟ شنو تقول له؟ كيفاش تحكي معاه؟ النظرة الإيجابية سهل أنه نقولوها في كلمة، لكن الأفعال فما كلام بسيط. محلى ولدي، محلى عزيزي، محلاك يا بابا، إجا يمشي كذا، يعمل حاجات بسيطة كل يوم، خاطر حياتنا اليومية هي إنجاز. صحيح. كل حاجة ينجزها الطفل فيها تقييم بسيط.
محلاها يعطيك الصحه، اجي نبدلوها، اجي شنو رايك كذا الى غير ذلك. معناها تعطيه، عندنا حاجه اسمها الانيشيتيف، المبادره. لكن نشوف انه الاولياء حتى في طريقه اعتمادهم مع صغارهم اللي كان بالنتائج، جبتي معدل باهي، قريت مليح، حضر دروسك. هذاك علاش في الحلول اولا الثقافه النفسيه لافيلغاريزي، تولي عامه، تولي عاديه. احنا تو كي ساعات نسمع ام انا فرنسويه ولا كنديه تتكلم، نقول قاعد نحكي مع بسيكولوج، تبارك الله، معناها شيء كبير في الثقافه. وهنا كيفاش تولي الاسباب؟ الاسباب خاطر الوسائل الاعلام، الاعلام، التلفزه، الجرايد، المجلات الخاصه، مجلات النشريات الخاصه بالثقافه النفسيه للام وللعائله وللطفل. صحيح. الام الغربيه تعرف ولدها شنو هي الاحتياجات النفسيه والاجتماعيه نتاعو، احنا ما تعرفش. دونك هذا دوركم انتم وبارك الله فيكم. علاش؟ معناها شيء كبير ياسر اللي قاعدين تعملوا فيه تو، انه احنا زوج بارك الله زوج اساتذه موجودين وقاعدين نكلموا في العائله التونسيه، نكلموا في الام، نوريوها كيفاش تتصرف، وهذا سا دوموند دو تون. ما يسالش، نصبر على بعضنا والام تولي تعرف كيفاش تتصرف مع ولدها، كيفاش تكون ايجابيه مع ولدها. صحيح. والراجل كيفاش يكون ايجابي مع مرته ومرته. زاد اليوم في المدارس وثم قاعد وعي كبير بالبنيه التحتيه نتاع المدارس، لو ناخذوه الموضوع هذايا وخاصه معناتها المدارس في تونس ككل جمهوريه كامله، هل انه تشوف مهم كما يكون ثم الاخصائي النفساني اللي يتابع صغير الطب المدرسي، تشوف انه مهم انه يكونوا هذوما لي كوتش دو لا في نقولوا الاخصائيين في التنميه البشريه باش يعطيو دي ميساج؟ هذاك شكون باش نعمل لكم استعدالك من العائله اللي هي المرحله المهمه للمدرسه. المدرسه قبل المعلم ساعه البرامج، شكون يعمل في البرامج؟ مالوريزمون تعرف شكون يعمل في البرامج في تونس؟ هم المعلمين. لكن انا راني المعلم احترامي ليه، وهو خبير، خبير في مجاله، لكن مش في خبير في مجال البرامج. البرامج يلزم البسيكولوج، علاش؟ خاطر يعرف مجال الادراك نتاع الطفل، يعرف لي بيزوان سنسوريال، سامحني، يعرف الحاجيات النفسيه والعقلانيه، ثم حاجه يفهمها الطفل ولا غير قادر ان يفهمها. احنا كان نشوفوا توا برامج التاريخ، التاريخ، ماده التاريخ بالنسبه للابتدائي ولا السنه 7 اساسي، تلقاه يقرا على الحضاره الفينيقيه ومش عارف شنو، حاجات ما عندها حتى علاقه بالطفل، حتى علاقه يسمعها داخله منها خارجه منها. علاش؟ لانه الناس اللي يعملوا في البرامج ماهوش مختصين. وقتاش نعملوا ابيل للناس المختصه ونقول لهم بالله اعملوا لنا برامج تحت تجيب الحاجيات اولادنا. صحيح. دونك هذا مهم برشا، وهنا شانت كبير لازم تفتح في المدرسه وفي المعهد على مستوى البرامج. اثنين، عندنا دي سنتين ولا ما نعرفش قداش العدد نتاع لي بسيكولوج لي سوسيولوج اللي بطاله. قاعدين يتخرجوا بطاله يا رسول الله. لو كان بسيكولوج ولا سيسولوج ما نقولوش في كل مدرسه، في كل مجموعه مدارس، كل حومه فيها زوز ولا ثلاثه مدارس نعملوا فيها بسيكولوج اللي يتنقل. على خاطر المره الاخرى انا وقت جبت على الانتحار شنو قلت المعلم اي ديتكت يفيق باللوماليس دو لونفون، قاعد تعب لكن ما نجمش يتدخل يشخص. وساعات كي تمشي للام تقول لك فاقب ولدي ماهوش عادي، لكن ما لقيتش لشكون نمشي. هنا لو كان ثم البسيكولوج ساعات يسمعوا كلمه حلوه سيء، ما نتعداوش، يكون الطفل يفكر في الانتحار يولي ينظر للحياه بنظره ايجابيه ويتفاعل مع اصدقائه. واضح. ثلاثه برك فقدت النوادي، وعندنا برشا متخرجين من مدارس تنشيط الشباب اللي قاعدين بطاله. الجمعه العشيه المعهد فارغ والسبت العشيه المعهد فارغ، علاش ما تكونش انشطه ثقافيه مسرحيه سينمائيه؟ نوادي السينما خل ترجع، نوادي السينما ونوادي المسرح ونوادي الموسيقى وسبور سكولير اللي كانت تخرج في ابطال في مستوى تونس، ابطالنا التونسيين كانوا متخرجين من سبور سكولير اللي هو تو بريسك اندثر. ان شاء الله نرجع له هذا كله، ان شاء الله الناس المسؤوله اليوم تاخذ بعين الاعتبار كل ما يتم تداوله في الاعلام، ونقول زاده يتم تداوله ايجابيا مش سلبيا. ونختم معاكم ونقول قبل ما نمشيو لالبوم صور باش تلقوني في البلاتو ثاني، السعاده هي حاجه نكتب كسبوها وحدنا، ماهيش مربوطه بحتى حد، مربوطه بداخليتنا. غير تفكيرك تعش افضل ان شاء الله. نمشي مع البوم صور ولنا عوده في الباتو ثاني. من نيت
تسمع بكفي كل اللي صار القوة هي اللي بتوقع وقفت بوش الأفكار هالدنيا بتساع الكل وحدة الحقيقة نرجع معكم لبلاتو عائلتي بالدنيا ورجعنا بلاتو كرونيك معك هيكل ومعك لبنى برشا موجات إيجابية ويزم الموجات الإيجابية باش الإنسان بالتأكيد يعيش مرتاح في حياته ويحاول يبث ذيك الإيجابية للناس اللي محيطة به. لبنى باش نبدأ معك في روبريكي يكبر في حضني نشوفوا لبنى اش حضرتنا اليوم. معك لبنى يكبر في حضني كانك ام تحب تكون ايجابيه وما عندك ما تعمل الويكاند هذا وما عينكش باش تخرج الويكاند هذا خاطر فما مراجعه لازمنا فاطمه نعرفوا اللي نهار الاثنين فما امتحانات تبدا بالنسبه للتعليم الثانوي عاد باش نقترح عليكم اليوم حاجه تنجموا تعملوها نهار لحد فك سويعه البوز هذيك الراحه تنجم تعملها انت وصغارك سهله ياسر بلاتو عظم كي يفرق سيسور في الويكاند باش طيب برشا حاجات وباش يفرق بلاتو عظم تنجم تعاود راهو تستغلوا في لعبه تدخل بها الفرحه والسرور على صغارك وعلاش لا تبث الموجات الايجابيه اللي نحكيو عليها هاو باش نشوفوا التفاصيل كيفاش سهله ياسر بلاتو عظم يبدا فارغ تقصوا كل كعبه في الاخر توصل الكعبه اللي تكون هذاك الوعاء نتاع العظم وحدها تحففها بالقدا بالمقص تقرا حسابك تستغلوا ماذا قلتش فاطمه اللي احنا باش نعملوا عروس الثلج عروس الثلج دونك نقصوا زوز مع بعضهم نحفوهم بالقدا نحطوا الغيره البيضة اللي ديما نحكيوا عليها في البريكولاج نلصقوا هذوكم الزوز ولصقوا الثالثة فوقهم بالعكس في الاتجاه المعاكس بعد نقصوا ناخذوا أي حاجة كرتون تبدا خشينة شوي نقصوا الدائرة أكبر من الوعاءات اللي خديناهم دونك فوالا هيك دائرة أكبر ندوروا الوعاء الصغير بالكول الأبيض ونلصقوه فوق الدورة الكبيرة وبعد عندنا شوية بطبيعة نتاع أولادنا عندهم القواش موجود دونك ندهنوا البدن هذاك الجسم بالابيض توا باش نكملوا له الشابو ندهنوه بالاكحل موجود كل شيء عندنا موجود في الدار مانيش باش نخسروا حتى شيء بعد باش نخمو كيفاش نلصقوا هذاك الشابو نخمو كيفاش نعملوا له الكشكول نتاعو والزينه نتاعو ناخذوا هذاك اي عود عندنا هما خذاو نوع معين انتم تاخذوا اي نوع موجود حتى كانوا الورق هذاك الملون نقصوها على زوز باش نجمو نعملو له العقده نتاع الكشكول نشدو زوز ونربطوهم في بعضهم من غير ما نعملو عقده دونك باش نعملوا تويك البارتي اللي باش ننقبوا شويه البارتي اللي باش نحطوا فيها هذاك الزينه ليدين هذوما الكشكول مازال هاو جاي في ثنيه هذوما العينين
الخشم بالاحمر وبالقواش الكحله اللي قعدنا نجمو نعملو نكت هاكا زينه عروسه الثلج في شكل الفم نعملو اكل نفتين هذوك نتاع كرافات كم كوا هيكل الفلس نتاع حوايج ونربطوا له الاخرى اللي بقات كشكول دونك فوالا هذه الفكره نتاع الويكاند بالنسبه للصغيرات اللي في الدار وبالنسبه للامهات باش تلهي شويه صغارها باش ما يعملوش برشا حس وباش ما يقلقوش امهم ياسر هاكا فكره سهله بلاتو عظم سهله قواش موجود في الدار شنو اخر كهو سهل. شويه غيره بيضه نجم نستحقوها حتى في حاجه اخرى راهي مش بالضروره هيك ايجابيين برنامج برنامج اوكي ايجابيه هيك باش نقولوا نكونوا ايجابيين نقول ما فيهاش حتى طرف بالبيزة القواش لا هيك شويه كهو دوبه دوبه هيك مازال ولده صغير تو كيكبر يتعلم بالسيف عليك تولي تبربز وتشارك انت ولدك باش تبث موجات إيجابية. يعطيك الصحة لبنى باش نمشيو مع نفسيتي بالدنيا مع هيكل نشوفوا هيكل شنو حضر اليوم في نفسيتي بالدنيا إن شاء الله موجة إيجابية. باش نحكيو في نفسيتي بالدنيا على موضوع باش يقلقكم العنوان توا يظهر لي من الأول تنقول لك علاش. ما نجمو نحكيو على حاجة إيجابية إلا ما يكون في المقابل حاجة سلبية نتجاوزها. وبما أننا نحن نحبوا نكونوا إيجابيين في حياتنا تعاملاتنا وفي تصرفاتنا ما بين الأشياء اللي قد قلقنا الخوف الخوف عند الصغار هو حاجة سلبية طاقة يعتبرها برشا ناس اللي هي طاقة سلبية تعيق التفكير وتقلقهم وتخليهم همش مرتاحين لكن كيفاش نتصرفوا مع المخاوف نتاعنا باش نكونوا إيجابيين أول حاجة نحب نذكروا للخوف حاجة طبيعية وهو دليل اللي طفلك قاعد ينمو طريقة متميزة وطريقة عادية علاش؟ لأنه ولا يدرك العالم ولا يعرف اللي ثم أشياء تسبب له الفرحة أشياء تقلقه وربما هي اللي تزعجه الخوف يقولوا عند الصغار عديد الدراسات تثبت اللي هو موجود يعني منذ الولادة أما اللي تبدل شنو هو طريقة التعبير وقت يبدأ صغيرنا يعبر وقتها نفطنوا اللي هو عنده مخاوف لكن في مراحل أولى ربما يعبر عليه بالبكاء اللي نحن ما نفطنوش نعتبره نوع من القلق لكن هو خوف زاد في مرحلة معينة يولي إذا كان الأشخاص اللي هم همش من العائلة اللي ما تعودش عليهم كيجي ويدخل العائلة يولي مصدر خوف وبالتالي ثم أشياء هي اللي تخلي لنا الخوف في العائلة ونلقاهم عند الصغار ما بين الأشياء زاد عند الصغار ظلام وتنقلوا علاش ظلام الوحدة ولا فراق يعني ولا البعد على الوالدين هم الحاجات اللي يخليه صغير يحس بالمخاوف هذه ما بين الحاجات اللي لازمنا نقولوا راهو نحن المخاوف نتاعنا نحن نعطيهم اسماء وعديد العائلات شو يقول ولدي يخاف من الغول يخاف من الذيب من الكلب ونحن نعطيه اسماء للمخاوف وحقيقة مرات ما يكونش عندنا حاجة نصنعه من الخيال نتاعنا شخصية خوف علاش هذا الوالدين يعتمدوا الاسلوب هذا؟ برشا والدين اذا كان يستعصي عليه التعامل مع ولده يخوفه باش نجيب لك الهبه باش نجيب لك العزوزه كل واحد علاش قلنا كل عائله تلقى للمخاوف هذه وتعطيها اسم وتعطيها شكل لكن الخيال نتاع طفلنا هو باش يزيد يغذي المخاوف هذيك وذاك علاش نقولوا ما يلزمناش نعملوا هكا مع صغار نعتبروا اللي التخويف هو شكل من اشكال العنف خاطر نحن نمارس في عنف على اطفالنا وبالتالي ما يلزمناش نعملوا هكا وراي حاجه خايبه برشا شنو يلزمنا نعمل؟ اول حاجه كما سبق وقلنا التخويف لا ما خوفهمش باش خليك وحدك او باش يجيب لك الغول او باش يجيب لك كذا ما خليهوش وحده لدرجه انه مثال نعتبره ولا اذا كان هو ثم اقران وثم اصحاب يخاف منهم ما نزيدوش نعزوا المخاوف وخليوه بحذاه يلزمنا ديما نحسوه بالطمأنينة ونحسوه اللي نحن بجنبه واللي نحن سند ينجم يعمل عليه وقت اللي حب. ما بين الأشياء اللي موجودة برشا في عديد العائلات ويلزمنا ديما نبغوا لها فاطمة خاصة في عائلتي بالدنيا هي الخصام اللي يصير بين الوالدين. الخصام بين الوالدين التشنج إذا كان يحضر عليه الطفل هو دليل أنه ثم ينجم يكون سيناريو بتاع فرق وبالتالي هذو من الأشياء اللي يخوفوا صغير وما يحسوش بالاطمئنان.
هذا مجملا الحاجات الكبار نحاولوا نبعدوا عليهم، يعني نتفاديو الخلافات امام الاطفال، الخلافات قدام الاطفال، التشنج والضوضاء اللي نعملهم قدام الصغار، وبالتالي ما نزيدوش نعزوا المخاوف. هاو باش نجيب لك كذا، هاو باش نجيب لك الغول، نجيب لك العزوزه انت لبلا نحطك في بيت الفيل. ليه انت قلت نجيب العزوزه؟ انا باش نجيب لك العزوزه. انت تجيب العزوزه انا نستعمل، ما نحطوكش في بيت الفيران. هذا معليش قلنا هذا سيناريوهات ومفردات يستعملوه برشا عائلات، وهذا نعرفوه يمكن برشا عائلات. في الطرف المقابل كيفاش نتعاملوا؟ الطرف المقابل واللي لازم نعملوه شنو؟ اول حاجه نحكيو مع طفلنا على المخاوف نتاعو، من شنو تخاف؟ نحكيو برشا على المخاوف. تقول لك علاش؟ اذا كان هو باش يحكي لنا مثال على الغول، شنو ترى في الغول انت؟ يقول لك راهو ياكل، راهو يعمل، راهو هو باش يمميني، باش كل واحد وطريقه التعبير. شنو يلزم تلقى مع صغيرك؟ تلقى مع صغيرك طرق للحمايه. تقول له باهي الغول هذا يجي في الليل ولا في النهار؟ هو باش يجاوبك، وبالتالي وفق الاجابه اللي باش يقولها لك تحاول تعزز عنده اليات دفاع من عنده. يعرف اللي الغول مثالي نجم يجيب له بوه يحميه، نجم يجيب له امه تحميه، نجم يجيب ولد يجري. نلوجوا على السيناريوهات تعزز الطمانينه وبالتالي تنقص في المخاوف. صحيح. هذه الطريقه الاولى اللي باش يولي الطفل هو وحده عنده اليات للدفاع واليات نفسيه تخليه يبعد على المخاوف نتاعو. كما قلنا نزرعوا الثقه. ما بين الحاجات الاخرين نحاولوا نصنعوا لولدنا نسق متواتر ومنتظم. شو معناها؟ وقت النوم يسكن هو بيدو، وقت الماكله هو بيدو، وقت اللعب هو بيدو. علاش؟ لانه التواتر والنظام يخلينا يحسسنا بالاستقرار، يحسسنا بالطمانينه، يحسسنا بالتداور، وبالتالي نعرفوا شنو باش يصير، وبالتالي يبعد علينا هاجس الخوف من المجهول. صحيح. نعرفوا وقت النوم، نعرفوا، وخاصه تنقلوا ما بين الحاجات اللي لازم يعني يركزوا عليهم. لحظات النوم لحظات مهمه ياسر عند الصغير، خاصه في الليل، لانه النوم في العاده يقترن بالظلمه، والظلمه هي مرادف نتاع الوحده، مرادف نتاع الكوابيس، مرادف نتاع الجهل شنو يصير بحذاك. وبالتالي لازمنا نحن الاطار هذاك الزماني ولا نتاع الظلام نعزوه بالثقه، نحكيو مع ولدنا، نرافقوه قبل النوم، نعتبروا اللي الفضاء هذاك راهو ما يخوفش، خاصة إذا كان احنا عززنا في البداية في تحكي له حكاية في الليل و تحكي له حكاية غول. ما فيهاش غول، هذا من الحاجات ما فيهمش غول. باش نقول لك هو الغول راه بشقاه في حياتنا، أما باش يتجسد في أشكال أخرين. صحيح؟ الغول بشقاه في حياتنا، في بشر، فما بشر يخوف أكثر من الغول فاطمة. تقول لك علاش؟ المخاوف تلقاها في حياتك وباش تلقى اللي زاد تستاكل، أما المهم أكثر أنك كيفاش تدافع. وهذه هي الطاقة الإيجابية اللي نحكيو عليها ويحكيو عليها كل المختصين. الطاقة الإيجابية أنك أنت تلقى، ما تنجمش تبدل المحيط، ما تنجمش تبدل الحياة، ما تنجمش تبدل الأشخاص، ما تنجمش تبدل ذهنيتهم، تبدل ذاتك، يعني كنت عليها السيطرة، وبالتالي كيفاش تتقبل الآخر، تبدأ تغير من داخل، كيفاش تعزز المخاوف، كيفاش تعزز الثقة. صحيح. المخاوف تلغيها، تتعامل معها بأكثر نضج. وبينكم هذا ربما خاطر المخاوف نتاعنا تكبر وفاته. إذا كان نحن ما نعرفوش نعالجوا المخاوف نتاعنا من الصغر، الخوف ما بين الحاجات يا اما يجعلوا منك شخص قوي ولا شخص للاسف ضعيف، يعني متدمر. لانه الخوف يخليك ناقص ثقه، ناقص تعبير، ناقص برشا اشياء. وبالتالي اذا كان تصارع الخوف اللي في داخلك، تصارع الغوله في المجتمع، وتصارع الغوله اللي نلقاهم في اشكال مختلفه وفي ثقافات مختلفه، والعزوزه في بيت الفيران. هذايا اللي حبلنا نحكيو عليه اليوم في نفسيتي بالدنيا، كيفاش نحاولوا نبتعدوا على المخاوف هذه، خاصة وأكثر قيمة، نعطيه جو عائلي فيه استقرار، فيه لطف، فيه معاملات يعني سلسة. وبالتالي ثم حاجة أخرى زادة فاطمة نحب نشير لها، ثم برشا زادة نسمع فيهم بالرغم متثقفين يحكيوا اليوم على الكويان ضد الخوف. ثم برشا أشياء راهو بالحق مرات تخوفك في المجتمع، يمكن نحكيو عليها مرة في يعني في البلاتو عائلتي بالدنيا. راهو هذه الأشياء ما ينجموا كان يعزوا المخاوف، ما ينجموا كان يزيد يرهبوا أطفالنا،
ولهذا نبعد عليهم، خاصة رانا وصلنا لمرحلة من النضج ومن المعرفة ومن الوعي المفروض نتجاوز ولا حاجة. كوين ضد الخوف؟ ثم اللي ما يعرفوش ما نحبوش نقولهم عليهم، ما تقول لك بعض في الكواليس، ثم برشا يعرفوا توا الكويان ضد الخوف، ثم برشا اكيد يعرفوا. شو واحد يخاف يمشوا يكويوه معناها؟ مش نحكي عليها سيرونتين فاطمة، مش حتى اللي ما يعرفوش يقعدوا ما يعرفوش خير. نمشيو لصحتي بالدنيا مع لبنى، خلينا في الموجات الإيجابية، نبعدوا على الكويان. نرجع شويه للنساء، ديما عندنا مشكله ننساو نحطو مفاتحنا، ننساو نحطو الساك هذاك ونحطينا الصباط هذاك، نسينا دبش ولادنا وين حطيناه بالضبط، وصبيح تلقانا نتجراو. خممت شنو نجم نعمل، عملت دخلت شويه عملت شويه ريشيرش، نلقى فما دراسات اتعملت على اغذيه معينه كي تاكلها تقوي لك من الذاكره نتاعك وتنشط خلايا المخ. حبيت نحكي لكم عليها اليوم باش تنجموا من هكا تبرمجوا كيفاش الأطباق اللي تحضروها حسب نوعية الذاكرة اللي عندكم. أول حاجة المعروفين في الأغذية اللي تنشط الذاكرة هي اللفت والبتنجان اللي نقولوا له اللفت السكري. عندي فيديو معايا تو ترافقني باش تتذكروا أكثر تفاصيل الأغذية هذه. اللفت والبتنجان يفعلوا عملية سريان المعلومات للمخ، وبالطبيعة خاصة الأكسجين إلى المخ، وبالطبيعة ينشطوا عمل الخلايا. دونك هذايا بالعربية نقولوا له البنجر، وعنا احنا نقولوا اللفت واللفت السكري وهو البتراف. ثانية أغذية تنجموا تركزوا عليها حتى على صغاركم هو